مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الديوانية. الانضباط تصدر القرار 30 ل14 جولة لعبت والتأخر في العمل الإداري يظهر مرة أخرى ويكلف النصر 75,000 ريال. وفي أحداث الجولة 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رئيس الفتح يفتح النار باتجاه التحكيم والفار بعد التعادل مع ضمك ويرى أن الحكام أصبحوا مقدسين ولا يمكن أن تكلمهم والسومة في دقيقة. يسعف الأهلي من الرائد ويغادر الملعب بسيارة إسعاف. وأخيرا كما انفردت مصادر الديوانية أصوات ثاني الاستقطابات الشتوية المحلية في الاتحاد. ارحب بضيوفي في الحلقه واللي اسعد بوجودهم معي اليوم في الحلقه، ابدا بالكابتن والنجم حمد الدبيخي، وانتظر ايضا الاستاذ باس الدوسري والاستاذ صالح الحماد يكونون معي، ايضا معي الاستاذ عبد الله العبيد، معي ايضا في جهه الاخرى الاستاذ حسن القرني، واخيرا الاستاذ علي المرشود. مساكم الله بالخير جماعه. حياك الله والنور. حياكم الله. الله يحييك. انت يا جماعه من ذا الجهه وما في الا واحد. منك يا جماعه. حمد عندك شيء ممكن تقوله حمد قبل ما يجي دباس عشان تعرف دباس اذا جاب؟ والله انا عندي نعم عندي كلمه بقولها. اول شيء في دباس، دباس كرئيس نادي يطالب الناس بالالتزام والحضور وهو مع الاسف متاخر. نعم. حلو. ايش رايك يعني احنا نبي لجنه انضباط تعاقب نبيها كذا من البدايه تسليم البدايه الكشوف يعني برضه اي لازم لا يعني احنا نتقبل النقد للجميع. احسنت. صحيح. وهذا يعني ما دام ننقد الاخرين اول نتقبله احنا. صحيح. فانا ادباس الان جاي متاخر. اي خذ راحتك على الاخر. كل راحتك على خلى خلى المخرج يحط الصوره على عشان نسوي حق اليوم نسوي حطه عليه. طيب قبل البدايه يسعدنا تواصلكم ايضا معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وايضا عبر حساب القنوات السعوديه الرياضيه للاطلاع على اخر اخبار الدوري السعودي، ويسعدنا دائما مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانيه واللي دائما ظاهر ايضا معك اسفل الشاشات كما تعودتم معنا في الديوانيه. نبدا الحلقه بالاخبار، اخر الاخبار في برنامج الديوانيه. تستكمل غدا ثاني أيام منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات يحل فيها التعاون ضيفا على الفيحاء في مدينة المجمع الرياضية، فيما يستضيف الاتفاق فريق النصر على السادة الأمير محمد بن فهد بالدمام، وأخيرا تقام مواجهة الوحدة والحزم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرايا. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارات تنوعت بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، ثلاثة منها ضد ناديي البكيرية والطائي، فيما غرمت نادي الوحدة مبلغ 15,000 ريال جراء حصول لاعبي الفريق على 6 إنذارات في مباراة الأهلي الماضية، وأخيرا تغريم إدارة نادي النصر 75,000 ريال لتأخر إداري الفريق في تسليم كشف مباراة العدالة. أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تواجد الظهير الأيمن للفريق محمد البريك في عيادة النادي لشعوره بآلام في العضلة الضامة وسط شكوك حول مشاركته في مواجهة الشباب السبت القادم. أعلنت إدارة نادي الحزم عن اتفاقها مع المحترف الفرنسي كريم يودا لمدة 2.5 سنين على أن يتم التوقيع الرسمي بعد الكشف الطبي. كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قيادة الأسترالي كريستوفر بيث لنهائي البطولة القارية تحت 23 سنة بين المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية. مثلما انفردت مصادر برنامج الديوانية، أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن تعاقدها مع اللاعب عبد المجيد الصواط ابتداء من الموسم القادم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة مع فريقه التعاون. طب كانت هذه الأخبار اللي موجودة معنا اليوم في الديوانية. صالح حمادي حياك الله معي اليوم. أهلا وسهلا حياكم الله. نبع عوادك أبو عبد الله بس يلا. والله إيه ما هي بالعادة بس زحمة الدائري شيء غير طبيعي. مساكم الله بالخير جميعا. نمسي على كافة. أستاذ العزيز دباس الدوسري حياك الله. يا هلا بكم بخير حياك الله. خذ راحتك ترى يعني حمد ما قصر معك. لك حرية الرد. الإشكالية أن مكتب المحامي عطلني. أنا كنت رايح أقابل محامي عشان قضية اللي رافعينها اللي بين يرفعون الرائد على لا حمد. لا والكوكب بعد يحدد البطل. كلمت المحامي وشرحت له كل التفاصيل وسمعته تصريح حمد قال القضية لبسة. لا تحاول يا أبو سالم. أي لون. راح يتغير الموضوع. يعني إما يعتذر حمد الدبيخي أو سيكسب نادي الرائد القضية. طبعا أنا كان رأيي هنا
كان ثابت وواضح ومؤيد اللي دار هذا الرائد اخيرا الحين عند المحامي عطنا انت اخيرا الان هو انا كنت عند المحامي حقي خل المحامي نبقى كنت ابغى اخيرا كنت ابغى انقذك اللي عمل اللي في كنت ابغى انقذك طالب اللاعبين المحامي مبكر ولا التزام المحامي يقول لابد ان يعتذر ابو عبد الله احمد الدبيخي بس والله ابو عبد الله ترى ابو ساري دائما يعني ملتزم ويجي قبل الحلقه هذا الدليل انا ما جبت شيء اليوم تجي الظروف انا ما جبت طب خلينا نروح نبدا الحلقه بالمباراه الاولى وبالجوله اللي كانت اليوم في اول المباريات كانت ما بين ضمك والفتح وانتهت المباراه بالتعادل بعد المباراه واللي شهدت كثير من الاحداث على التحكيم ظهر المهندس سعد العفالق رئيس نادي الفتح وتحدث للزميل المميز بدر العثمان وكان واضح جدا استياء من التحكيم تابع نقول قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل حال احنا في الاخير سجلنا جول ما ادري شلون لغى كان هدف على الاقل كان هدف قاتل وكنا نخطف المباراه لكن سبحان الله تعالى ما مر الرب كتب لنا ان احنا اخذت الفوز كنا اليوم يعني بحاجة نكون اقوى في المباراه بحيث ان احنا نخلصها بشكل ابكر لكن انتظر لاخر لحظه وسجلنا هدف ولكن للاسف هدف الغي بسبب غريب يعني ادري الحكم حتى اللقطه ما ظن شافها في الفار عشان يقدر يلغيها انت شفت اللقطه شفت اللقطه 100 مره هاللقطه ما فيها شيء الكره استلمها بالصدر ولفت وبعدين رجع للفار اظن حتى سرعه اتخاذ القرار كانت غريبه يعني تلغي هدف في الوقت الحساس من المباراه في الدقيقه 95 وتشوف اللقطة بهالسرعة واللقطة اللي كان ألغى فيها هدف في ضمك اللي كان فيها كرت أحمر واضح وضوح الشمس خذ فيها تقريبا حوالي 3 دقائق وهو قاعد يتفرج على اللقطة وتعاد عليه من كل جهة واللقطة هذه لآخر دقائق يعني اللي كانت تحسم المباراة خذ فيها لحظات جدا بسيطة غريب الحكم الحقيقة أنا ما أدري اليوم إحنا اليوم عندنا ثلاث مباريات خطفت منا 7 نقاط بسبب أخطاء تحكيمية في آخر الدقائق مباراة الهلال هنا أعطي فاول برا 18 وجاء منه نتج منه البلنتي اللي سجلوا من الهلال الجول الثالث اللي تعادل 3-3 وهو مخش خطأ مباراة التعاون هدف صحيح ألغي بسبب الفار يقول شبه تسلل واليوم كذلك وكل هدف حاسمة لنا وكانت ممكن تغير نتج المباراة نتكلم عن على الأقل 7 نقاط أو 5 نقاط خسرناها بسبب وموجود الفار وللأسف الحكام يجون يحكمون عندنا الأجانب ويمشون والسعوديين للأسف كذلك يعني جربنا مباراة التعاون أيضا حكام للأسف ما هم بالمستوى حاولتوا تتكلمون ارتفعنا بمستوى الدوري مستوى أجانب محترفين لكن للأسف مستوى التحكيم بالفار وبدون الفار والله نفس الشيء يعني اليوم الله ستر عليه لقطة واضحة أي حكم مبتدئ يشوفها في وسط الملعب ينتظر الكره لما تروح وتسجل جول وبعد يرجع يشوفه كرت احمر واضح داعس في زق لاعب هذه يعني لو ما في فار حكمين شو يصير يعني يتروح علينا يعني الحكام الان كل مقدسين واضح مقدس ما حد يكلمهم كل واحد فيه بدون حكم ولا حد يقول لي شيء مو صحيح الحكم لو انه شاف المباراه لقطه زي العام الناس كان ما هذا القرار اللي قرر انا متاكد لو يشوفه ورجع نفسه بامانه مستحيل يحط هاند بول خلينا نبدأ من عندك حمد دبيخي على الحديث رئيس نادي الفتح واللي يتكلم على التحكيم ويقول انه الفتح خسر 7 نقاط باسباب التحكيم واليوم انه الحكم في المباراة يعني في لقطات اقل اهمية من هدف في اخر الدقائق اخذ وقت طويل وفي هذه اللقطة كان سريع اول مبارك للفرق الفائزة اليوم حظ طيب للفرق الخاسرة المباراة اللي طبعا تعادل على العموم أنا أشوف وضع الفتح زي ما ذكرت لك صعب جدا الدور الأول أي. وأنا أعتقد أن هذه ردة فعل على الوضع اللي هو يعيش الفتح أي. لأن صحيح نتفق أن الحكم حتى في رجوعه للفار أنا أعتقد أنه ما أعطي الزاوية أو اللقطة من جميع الزوايا طبعا أستاذ عبد الرحمن فصل عبد الرحمن الزيد وهو طبعا الخبير التحكيمي في القناة لكن أنا أتكلم عن رئيس نادي الفتح. الفتح وضع السنة هذه غير جيد بسبب الاستقطابات طيب. اللاعبين الأجانب مع الأسف. يعني مسألة 7 نقاط اللي خسرها بسبب التحكيم ما تتفق معها فيها؟ لا أشوف كان المستوى فني؟ أشوف بالنسبة للتحكيم لك وعليك. يعني للجميع. إيه. في ناس تستفيد وفي نفس الوقت يتضرر الآخرين وفي نفس الوقت أيضا حتى كفريق طول الموسم ما بيكون مستفيد الحالة. إيه. يعني لابد إنه الأخطاء هذه حتى في ظل وجود الفار الأخطاء التقديرية سواء من الفار زي ما شفنا اليوم يعني عملية واضحة الهدف شرح أستاذ عبد الرحمن الحكم كان مواجه
للقطة ما تحتاج حتى الفار ومع رجوع للفار ألقى الهدف اللي حق الفتح. لكن أنا أقول لك ردة فعل رئيس الفتح في توقيته أيضا للحديث عن أخطاء تحكيم سابقة في الوقت هذا بسبب قلت لك أنه يبقى في الدور الأول على الأقل منظمك أنه يكسب النقاط حقته، فهي ردة فعل. ليش ما تكلم من أول عن خسارته للنقاط اللي ذكرها عشان نكون أكثر مصداقية، ما تيجي اليوم تجمع النقاط أو أنك رفعت تظلم للجنة الاتحاد الاتحاد السعودي. ممكن أنه أول مرة يعني قال خطأ وقد يحدث، لكن لما يحدث لك مرة في تقدير أنا أتكلم يحدث لك مرة ثانية ومرة ثالثة يتغير الموضوع. لا لا، أنت مؤتمن، أنا كرئيس نادي مؤتمن، أول ما يتضرر ناديي مع فريق كبير أو صغير أرفع تظلم للجنة، لكن أجي بعد نهاية الدور الأول اليوم وأتكلم بالماضي لا، كل المفروض كل جزئية في كل مباراة ظلم فريقه يطلع يتكلم عشان يكون أكثر مصداقية وتأثير. أنت ليش سكت طيب الآن؟ أنا بسأل رئيس الفت ليش يعني سكت؟ مثلا تطالبه أبو عبد الله أنه مثلا يسوي زي إدارات الهلال والنصر واللي أظن سووا يعني ظاهر طيب. إعلاميا أنهم سووا ملفات على كل التظلم أو كل الأخطاء التحكيمية اللي حدثت معهم، مفترض على رئيس الفتح أن يسوي كذا أو أي رئيس. شوف حبيبي أقول لك يعني بصفة عامة أنت تتكلم عن تنافس في كرة قدم، إذا ما يكون لك تأثيرات خارجية كنادي وهيبة ووضع وصوت طيب ها اترك النادي عجل يستلم رئيسه وإدارة مجلس إدارة ثانية. أنت تسكت عن حقك وتجمع وتقول لي والله انظلمت، طيب اليوم لو ما انظلمت والظلم اللي تكلمت عليه في السابق الآن من بيجيبه؟ شو تفسر السكوت هذا؟ أي رئيس نادي أنا أتكلم إذا أنت وقع عليك ظلم المفروض تتكلم في نفس اليوم اللي وقع فيه عليك الظلم، ومو كذا بعد كلام لا وترفع رسمي. طيب أستاذ صالح حمادي تعليقك على هذا الحديث بعد المباراة واللي كان واضح فيه استياء كبير. احنا عندنا قناعة تامة يعني اتكلم مع معظم الزملاء، ما اقول جميع الزملاء، معظم الزملاء لديهم قناعة تامة، اتكلم على الاقل اللي بعيدين عن الميول البحتة يعني اللي عندهم نوع من الحيادية مقتنعين جدا بانه اخطاء الحكام، وعندنا رئيس نادي موجود زميل دباس يعرف انه احيانا ممكن يخطئ الحكم عليه ممكن يخطئ ضده، تتفاوت ممكن يخطئ عليك 5 مرات ولك 3 مرات بس انت ما تشوف الخطا اللي لك 3 مرات تفكر في 5 مرات، لكن في مجمل الاحوال هذه جزء من الثقافه اللي مفروض انه نتعامل معها يعني كمجتمع رياضي. صحيح احيانا تكون اخطاء مؤثره جدا جدا يعني وتكون واضحه للجميع يجمع عليها النقاد، لا شك انه في ظل وجود تقنيه تساعد انه العوده عن الخطا نعم. اللي وقع فيه الحكم صحيح. او رجال التحكيم في المباراه بصفه عامه انه مفروض ما يصير فيه اخطاء مؤثره لانهم يرجعون لها احيانا لو بعد 30 ثانيه لو بعد 45 ثانيه لو بعد دقيقه حلو. تجد انهم يعودون ينبه اللي في غرفه الفار يبلغون الحكم انه وقع خطا كذا كذا وقرارك ترى مؤثر، يعود عن الخطا. لكن في مجمل الاحوال المفروض انه يكون هناك ثقافه عامه بالنسبه لنا في التعاطي مع مثل هذه المباريات، واتفق مع الزميل حمد فيما ذهب اليه في مساله انه لماذا تنتظر الى مثل هذه اللحظه، يعني المفروض انه بعد كل مباراه يقول والله الحكم اخطا بحقنا في هذا الجانب من دون بصراحه ما نستخدم بعض العبارات اللي ممكن تثير المجتمع الرياضي، ما اقول الشارع الرياضي، الشارع الرياضي كله توتر لما يكون شارع، ولكن لما يكون مجتمع، المجتمع يضم نخبة المتابعين والمتوسط والمتعصبين يأتون في أسميها العتبة السفلى من الاهتمام بالنسبة لنا هي مفروض في الدرجة الأقل يعني، لأنه متعصب لا يرى إلا بنظارة شعار ناديه إلى آخره، وهؤلاء يجب أن ما يقام لهم اعتبار كبير. طيب. أنا أتكلم على شديد التعصب هذا لا يمكن تقنعه حتى لو صرت في صفه، لا لازم أصير ما هو في صف حمد إنما لازم أسقط على دباس عشان يكون مبسوط، واللي نفس الشيء يبيني مع دباس ما يكتفي أن يكون بصف دباس، لا لازم أسقط على حمد أي. وهذا يعني الرجل الكيس الفطن بصراحة ما يمكن أن يجي والله على سبيل أرضي جمهور دباس
اني امدح دباس واسقط على هذا، ممكن اشيد بدباس او الكوكب بس ما اسيء للاتفاق. إيه؟ وهذا المفروض يعني انه. طب اليوم هو يصف مثلا المهندس العفالقي يصف الحكام بالقدسية انهم اصبحوا ما عاد احد يقدر يستطيع مناقشتهم. كان لا شوف مناقشة الحكم لا بأس فيها ومطلوبة من الجميع، احسنت على هذا السؤال، سؤال مهم، انه اثناء المباراة يجب انك تناقش الحكم، يجب ان يكون. لماذا نقول انه القائد في قائد فني يوجه الفريق فنيا، مو شرط يلبس شارة الكابتنية، هذا يوجه فني بالتواصل مع المدرب والأخذ والعطاء معه، لكن يجب ان يكون في قائد، ما سميه قائد إداري انما قائد معنوي للفريق، هذا اللي ممكن يذهب الى الحكم ويعتمد على اسلوب نقاشه في الحكم، ممكن يناقش الحكم باسلوب فج ومن ثم يستفز الحكم ليكون يعني ضده اكثر، بدل ما يكون مثلا ما يكون معه بس يكون متقبل معه، يعني متقبل حديثه. وبالتالي هذا جزء من ثقافه المجتمع الكروي بصفه عام والمجتمع الرياضي، انه كيف نكون مجتمع واعي، كيف نرتقي بمثل هذه الامور والى اخره، هذه ناحيه مهمه جدا ويثقفون فيها من درجه الناشئين. نعم. من البراعم. أيه؟ وهم يعلمون هذا الشيء، يعني تجد على مستوى العالم يا ابو عبد الله، من ثم يناقش في التحكيم على مستوى العالم مهما حاول. ما قلنا لا، انا اتكلم انه نحن نقلد الاخرين. أيه؟ في المثاليات والاشياء الجيده صحيح، ناخذ الايجابي، ولكن الاشياء السلبيه مو شرط انه نصير مثلهم. نعم. عبد الله عبيد، تصريح ما منه بصراحة أي فائدة سوى أن مبارك لخزينة الاتحاد أنها تنتظر 50,000 عقوبة الرئيس نادي الفتح بصراحة، يعني لا أكثر ولا أقل، يعني موجب لائحة الانضباط والأخلاق. لأنه حتى مع كامل احترامي طبعا الأستاذ العفالق، هو شاف تقع على العقوبة في اللائحة، ما فيك يعني إساءة، يقول لك الإساءة لأحد مسؤولي المباراة، اللي هي الرجل ما قصر في حكم المباراة، يعني مادة 2 أعتقد، إذا كانت الإساءة تجاه مسؤولي المباراة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز 50,000. وش الإساءة؟ لا، في اتهام مباشر أصلا، في اتهام مباشر بالقدسية. لا، القدسية وصف هذا خاطئ، على فكرة في القانون، على فكرة في قانون كرة القدم هو ما ناخذ. بس قبل ما تكمل، بس وش العبارة عشان بجيك على القدسية بعدين أقول لك، يعني مسألة القدسية إذا أخذنا مثلا على جنب اللفظ نفسه، وأنه يعني طبعا بعيد طبعا عن عقيدتنا، في قانون كرة القدم قرارات الحكم هي فعلا تصل الى مرحلة التقديس، ما فيها يعني عبارة وشي، بس ما فيها. لكن كيف يعني العبارة وشي؟ كل الاتهامات يعني اللي اطلقها هذه كلها وتقول ما فيها شيء. طيب انا بس الاخ العفالق شيء وبعدين بجاوبك، اللي هو من الذي الغى هدف ضمك وعكس القرار بطرد للاعب ضمك؟ الفار. ومن الحكم المباراة ومن نفسه يلغى الهدف اللي راح بسرعه وشاف على قولتك يا استاذ العفالق اللقطه بسرعه وما اعطى نفس الوقت، هو نفسه راح وشافه وتاكد ورجع وعاد لك حقك وطرد. فهي زي ما تفضل استاذ اكيد، واللي بيقوله علي وكل الناس اكيد، اللي هي فكره انت بس ما انت مضطر انك تصرح بعد نهايه المباريات. انا والله كنت يعني استنى محور، مو اليوم يعني، في اي يوم يفتح كنت بقول، يعني حتى فكره الفلاش انترفيو للاعبين كنت اقول انه يعني يجب ان تراجع، وانا ما نروح للاعبين في هذا الوقت، لا عاطفتهم ولا احيانا حتى النفس، حتى اعتقد فيسيولوجيا لو في طبيب يعني. بس المسلسل هذا عرف عالمي يعني، يعني انا اشوفه والله فيفا يعني انه يكون عندك فلاش ترفيه. شوفوا هذا سؤال ايضا، انت لاعب محترف، المساله الوقت اللي بين المباراه والتصاريح انا اعتقد انه قليل. انا اشوفهم في المباريات الاوروبيه ولا املك صراحه المواد اللي تنص على الوقت المناسب بين التصريح ونهايه المباراه، اشوف اللعيبه يكون ارتاح وغير ملابسه وجاء للفلاش انترفيو. احنا عندنا احيانا بعض اللاعبين في اتحادات ابو فيصل عندهم اللقاء بين الشوطين، فلاش انترفيو بين الشوطين صحيح. طبعا هي ترجع لكل اتحاد، لكن انا اشوف اللي عندنا صاير احيانا اللعيبه ما قادر ياخذ نفسه حتى مع الزملاء مع المراسلين. تبغى تقطع رزقنا انت؟ اي رزق فيه هذا شغل الاعلام، اي رزق شغل الاعلام انه ياخذ تصريح عاطفي. اي هذا شغل الاعلام والاثاره، يعني ولا ذنبي انا كاعلامي او كناقل انه يجيني حمد الدبيخي بعد مباراه متنرفز. انا ما عشان كذا انا اقول يا رئيس الفتح ويا كل الرؤساء، ما انت مضطر للتصريح في هذا الوقت. اي ما انت مضطر للتصريح في هذا الوقت، واستاذ باس طبعا موجود. يعطيك العافيه. ايش رايك مساري؟ انا اولا اختلف مع ابو عبد الله جمله وتفصيل بالكلام اللي قاله، لان اشوف انه لا مو بان ابو عبد الله بس قال كلام غير منطقي. احنا لما ننتقد رئيس الفتح ننتقده بكلام منطقي مقبول. يعني ليش انت ساكت المباريات اللي راحت؟ يعني ليش انت نموذجي؟ ليش انت مثالي؟ لا ليش انت كويس المباريات اللي راحت ساكت؟ خليك زي كل رؤساء الانديه، اول ما تطلع تكلم،
انتقد الحكام عمال على بطال زي ما يقولون، لا تسكت ابد. فلما جرى الدال يعني على قول يبغى يفشخ يعني يبغى يتكلم يفضفض بعد كل هالصمت، طبعا حسب وجهه نظره هو يرى كل هالاخطاء دي صارت ضد فريقه ومن حقه يعتبرها زي ما يرى، وجاي يفضفض، لا اسكت. ليه؟ لانك ما تكلمت زي غيرك باول، هذول كل مباراه يتكلمون، انت وقت تجي تتكلم ايش الكلام؟ اقبل انا كان مثالي، ايش الكلام هذا؟ وايش الكلام يعني؟ يعني كلام لا يمكن يقبل، هذا كلام مو من الصح اللي تشتكى ولا هو؟ هذا يعني شوف هذا نعتبره، تعرف الكلمه ذيك اللي حقت خربوطه في خربوطه، هذه يعني كلام غير منطقي البته. ليش انت ساكت على مباراه الهلال؟ ليش ساكت على مباراه اللي قال قبل المباراه الثانيه؟ وليش انت ساكت؟ طيب انا احاول اكون مثالي قدر الامكان ولا ارمي الاخطاء زي ما تقولون على الحكام. لما جيت تكلمت الحين اين فريقك واين الاجانب وليش توك تتكلم؟ هو متاكد انت؟ انا اقول انت لو محل ومتاكد ان عليك اخطاء تسكت؟ انا اقول لرئيس الفتح انت الان كرئيس تسكت؟ هذه ثامن سنه، لا هذه ثامن سنه وانا رئيس نادي كوكب واشوف اخطاء تصير، ولا عمري طلعت بعد المباراه تكلمت على التحكيم نهائيا واتحدى يجيب واحد كلمه اجل مع اني صرح ضد التحكيم، لاني انا اعرف ان يعني التحكيم مش مؤتمن علي. لك وعليك، لا مش مؤتمن، لا والله مش مؤتمن، لكن انا عمال على بطال. انا شو بقول شيء؟ انا دائما اقول للعيبه ما يصير، انا دائما اقول للعيبه انا كمشرف على الفريق والجهاز الاداري والمدرب مسؤولين عن اخطائنا واخطائكم، لجنة الحكام الاتحاد السعودي مسؤولين عن اخطاء الحكام. اذا بتقعدون لي بعد كل مباراه اقول لكم الحكم ضدي الحكم ضدي الحكم ضدي، هذا مو منطق. يعني انا اعرف ان في من جمهور كوكب يجي يمسكون يا ابو ساري يا اخي حرام عليك الحكام ضدنا، تبعاقل الحكام ضدك، الحكام دائما يستقصدون الكوكب. انت الحين متاكد يعني كلام مو منطقي؟ مو منطقي ليش الحكام يستقصدون الكوكب؟ ترى ديني من اي ديني من الجمهور، ليش تسكت؟ انك ضد الهلال والنصر حسب ما يشاع لانهم جمعوا الاخطاء وبيقدمونها في ملف. لا 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 يختلف، لا يا ابو خالد لا يختلف، اسمعني لا لا جمعوا وراح. انا بالنسبه لي سبق اني قلت من سنين وليس الان اللي يصير بين الهلال والنصر اداريا الان اعلاميا جماهيريا صراع من يخطف من ياخذ اكبر نصيب من الكعكه فقط. صح هذا صار بين النصر والهلال. انا لا عمري ترى عمري في كل البرامج اللي ظهرت فيها ما قلت ان الحكام ضد النصر على طول او ضد الهلال على طول، هذه ما تحسب علي نهائيا، ما عمري قلتها. نعم احيانا تصير الاخطاء لمصلحه الهلال واحيانا ضده، احيانا لمصلحه النصر احيانا ضده، وموسم تكثر عن فريق وتقل عن فريق. يعني ما في فريق اصلا حقق بطوله لما ترجع تسرد المباريات تلقى في اخطاء. حتى الفتح لما حقق بطوله الدوري انا اتذكر كان في اخطاء، بس العالم كانوا مشغولين مع بعض وماشي الامور. شلون لكن على كل تسكت عن اخطاء؟ بما انك ذكرت البرامج، بما انك ذكرت كلامك في البرامج انت ما تقولها مباشره بس تلمح لها والله العظيم الناس تفهمها. يعني مثل ايش؟ كثير من التلميحات. انا لا استحاله 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 اطلع في برنامج وانتقد توجيه الحكام. يمكن هذه في قبل 4 أو 5 سنوات صار في نقاش وقلت كلمة فقط على أن نتمنى أن المراقب لا تعيدها أي أن لا أن المراقب الفني هذا يعني محسوب على نادي معين فيها ليت يعني، بس هذه اللي قلتها في وقت قبل 4 سنوات من 8 سنوات. طبعا الأخطاء اللي صارت اليوم هذه تكون في صالح من؟ صالح من؟ في صالح الوجهة النظر اللي أنا تبناها في الفترة الماضية أن الحكم السعودي رغم كل ما يقال عنه صحيح زين الا انه اخطاءه اقل مقارنه من بالكوارث. انتقد الحكم السعودي برضه ما علي من عدو، مو بلازم انا اتبع كلامه في كل شيء وفي الاخير يقول رايه. انا يعني هو منطقي، انا اتفق معه فيما يقنعني واخالف فيما لا مقتنع به. تصريح مسؤول موجود يعني ملامس للوضع. الان هذا حكم اجنبي اوكي وكل الاخطاء اللي صارت الفتره الاخيره اخطاء اجانب الغالبيه. يعني انا اقصد ان الحكم السعودي مظلوم يعني متجنى عليه يعني حاطينه ولا شيء، وهذا مو صحيح. الاخطاء اللي ترتكب الان من الحكام الاجانب اشد وانكى. عشان كذا انا مؤيد لتوجه اتحاد القدم في اعاده حكم الحكم السعودي تدريجيا. وحتى انا وجهه نظري انه خلاص الهيئه ما عاد تتكفل بحكام اجانب، اللي يبغى حكم اجنبي يجيبه هو. طيب شكرا علي المسعود عليك على الكلام وعلى الملف اللي تو اقول لك انت تقول في فرق في الهلال والنصر. مسي عليك وعلى الزملاء وعلى المشاهدين، مع احترامي لكل الاخوان ياخذنا بالدور علي وانا ضد الكلام اللي قالوه كل الزملاء، وانا مع الرجال رئيس نادي الفتح اللي صرح اليوم، لان انا شاهدت المباراه وشاهدت تبليعات وشاهدت تحليل الكابتن الكبير عبد الرحمن الزيد. معليش اللي انت احنا قاعدين هنا ونصرح وقاعدين ننظر وقاعدين نقول انه والله الرجل يا اخي على بعد خطوات من الهبوط.
طيب على فكره علي انت تتفق معي كذا؟ اقصدك انت وحمد كلكم. انت الحين تتفق معي كلامك اللي انت قلته؟ لا لا لا, لا يقول لا ما يتفق معي. انا تقول اني ما اتكلم انا كرئيس لنادي الكوكب ما اتكلم, هذا مو بصحيح. انا حر. مو بصحيح, انت حر. لا مش حر. لا كانك تبي تعمم على رؤساء الانديه. لا 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 معلش لحظه لحظه خلنا نكمل. انت اللي سب, انت كمل بس لا تنسب لي شيء ثم انت تحاول تكذب عليه. ما هو انت ايه قل اختلفت معهم كلهم ما عدا ابو ساري. دباس الدوسري اعلامي ثاني. لا علي علي خلني اكمل عشان ما تروح الفكره بس. معليش خلها تروح يا حبيبي. انت انا الحين اقول من حقي يدافع عن فريقه باللي يراه. ايه؟ وانا من حقي ادافع عن فريقي باللي اراه. طيب. انا بالنسبه لي ما احب احمل التحكيم كل شيء عشان ما ابري ساحه اللعيبه والجهاز بس الفني. لا تحط انه طريقتك هي الصحيحه. اي صح. انا حلقت هل قلت انا ويجب على كل الرؤساء اتبع طريقتي؟ لا 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 اي هذا هو. لا انا من وجهه نظري تقول كلنا وهذا انا ضده كله. كلنا طريقته هو يقول, هو كلنا طريقته يقول. انا الحكم مثل اللاعب يخطي مثل المدرب. انا وجهه نظري الشخصيه ان الحكم اليوم حرم فريق الفتح من 3 نقاط, وانا يعني اتوجه مباشره للكابتن عبد الرحمن الزيد. إيه؟ حتى عبد الرحمن الزيد يقول تخيل لو انه تقنيه الفار غير موجوده. الحكم كان امام بينه وبين اللاعب امتار بسيطه جدا, وكانت زاويه الرؤيه واضحه تماما. على فكره ابو ساري يقول يعني اتمنى انه مثلا يرجع الحكم السعودي. حتى الحكم السعودي شكر حنفوش مع التقدير واحترام له, اليوم في اخطاء كبيره جدا في مباراه الرائد والاهلي. اي ما تقارن مع انه على التكاليف على 120 الف دولار. ما تقارن 120 الف دولار على 5000 الى 3000. لا باخطائنا رخيصه احسن من اخطاء كوارث. لا 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 مع احترامي الشديد انا اتحمل الاجنبي على الاقل, ولا اتحمل يتحمل السعودي ولا اتحمل. عفوا من الغى هدف ضمك؟ طيب حكم الفار عشان كذا انت. طيب هو الحكم الحين انت بزعمك يا عبد الله علشان الغى 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 يا رئيس الفتح. طيب. علشان الغى هدف الفريق وطرد واحد ترى خلاص. لا كلام الرجل يقول كان يستنى الرجل يقول اخر الرجل ورجع عبد الله. انا كمل وجهه نظري بس دقيقه. الرجل يقول مباراه التعاون ومباراه الفتح مباراه عفوا الهلال ومباراة اليوم. طيب وش يدريكم انت ممكننا. طيب هو راح وخاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم وما شاف اي مثلا تعديل اي تطور في الحكام. طيب هذه تسع نقاط. هذه 9 نقاط زين, وال25 النقطه الثانيه يا اخي بغض النظر ما لك. ليه 10 نقاط و15 مباراه؟ انا كنادي عطني حقي. مالك علاقه مالك علاقه باخطاء اللاعبين واخطاء الاجانب واني جبت اجانب. مالك علاقه. انت عطني حقني في الملعب. انت عطني كافي اعطاك حقك. طيب رجعت المباراه خلاك تلعب الدقيقه 90 وانت خسران وطارد الخطر من خصمك من حق رئيس الفتح. طبعا يمكن انا اختلف بعض الكلمات اللي قالها لكن ايوه ممتاز. من حق رئيس نادي الفتح. هذه حلوه بس تكفى. هذه عندها ثانيه علي. لا عندها ثانيه علي ذي. لا لانك تقول لي وش اخطا فيه. تقول وش اخطا فيه؟ انا بعض الكلمات. عطني التصريح. يا سلام عليك. عطني التصريح كامل. خذ راحتك. عطني التصريح. لا خذ راحتك. عطني التصريح كامل. خلاص انتهيت تفضل. على فكره كل رؤساء الانديه تكلموا عن التحكيم, وفي منهم من تحدث مباشرة مع رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم, ومن تحدث مباشرة في زيارات رئيس لجنة الحكام الأسباني, وأيضا أشار بأسماء حكام أجانب محددين وتكرار أسماء محددين للحكام. اليوم يا أخي هدف حضر في الدقيقة 95 كان يمنح فريق الفتح 3 نقاط ثمينة بالمنافسة مع فريق ضمك. من حقه يطلع يتكلم. يمكن نختلف معه يا أخوي عبد الله والجميع, نختلف معه بالأسلوب وأنه كان منرفز. ما تلومه يا اخي رجل بعد رجل يا اخي في النهايه. انت تقول لي وينك 25 جوله؟ ما لك علاقه. طب على على كلام عبد الله ما لك علاقه في 25 جوله. ان بغيت انا اهبط بس عطني 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 التحكيم العادل حتى لو بس علي. ليه ما تكلم يوم مباراه التعاون؟ ايش ادريك انت يمكن نتكلم عن الاتحاد السعودي كره القدم. مثل ما قالت بس ما وده انه يعني لا اذا تكلم شوف الحكم السعودي قراراته. اذا رفعت للاتحاد وما شفت فائده كان ذكرهم. كان قال انا سبق وخاطبت الاتحاد السعودي باخطائنا في مباراه كذا وكذا ولا شفت فائده. هو ما قال. شوف يا حمد الله يرحم والديك. انا والله اني اتفق معه لاني انا عارف الوضع اللي هو فيه. ما نتفق مع بعض الكلمات اللي قالها ممكن ما نتفق. توقع عقوبه الكلمات؟ لا انا ما وش الكلمات اللي صعبه يعني انه يقول انه قدسيه للحكم الاجنبي. هي ترى كلمه مقدس عاديه ما فيها شيء. وش فيها؟ يمكن عبد الله يقول هذه عليها. انا الحين ابغى اعرف وش الكلمه اللي اساء فيها. وش الكلمه؟ الهلال والنصر اجمعوا في الموسم الماضي والموسم الحالي اجمعوا سيدي وراحوا لما الاتحاد كره القدم وغردوا عن اللي احنا نعرفه. اي انتقاد يكون للحكم قد يوقعك في 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 تحت اللائحه. يعني لاعب اداري انت تقع تحت اللائحه. لا لا الاساءه الاساءه انتقاد ما في شيء. انا الى الان ابغى اعرف وش الاساءه اللي ممكن لجنه الضباط تدخل. هذا هو هذا هو. انا ما في اتهام. لا تخاف يا بابا. الاتحاد الايحاء بالتعمد. انا اقول لك الايحاء بالتعمد. اسمعني يا عبد الله انا اقول في النهايه هارد لك فريق الفتح.
كان يستحق بوجهة نظري الشخصية مثل ما أشوف أن الرائد اليوم يستحق الثلاث نقاط عطفا على المستوى الفني. لكن بتكلم عن الفتح اليوم بإمكان الفتح, أنا ضد حمد يوم يقول أن الفتح إذا ما جمع نقاط بالدور الأول طيب. ممكن يهبط. الرائد قبل تقريبا 5-6 سنوات في الدور الأول نقطة واحدة, تمرس الرائد على الشيء ذا, تمرس كامل هو الفتح قبل 4 سنين بطل الدوري, الرائد تمرس على الموضوع صار عادي جدا قبل 9 جولات يرجع, ما له علاقة, الفرق ستلعب يغير فترة الشتوية, الفرق يا عبد الله ستلعب مع بعض, الفرق ستلعب مع بعض, الاتحاد سيلعب مع العدالة, الأهلي سيلعب مع العدالة. طيب زين في النهاية الفتح بما شفته أنا آخر 3 مباريات مع الاتحاد في كأس الملك ومع الاتحاد في الدوري, الفتح قاعد يقدم سنة النكتة وصار فترة الشتوية علي, وترى كل الكلام لحظة كل الكلام اللي قاله أستاذ علي اتفق مع كلامي انا طيب. ما شفت عرضني ما لا انت لست من الناس تتفق لو سمحت ايه عاد بس يا جماعه بس النقطه ما صار حوار والله العظيم كل شويه دقيقه بس دقيقه كل واحد بيقعد يقول خلنا نسمع حسن تفضل حسن قول رايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جدليه التحكيم لن تتوقف صراحه, والقناعه بان الحكم في صفك ولا ضدك يعني مساله موجوده وقديمه وحاصله, اخطاء الحكم جزء من اللعبه بدون شك, لكن للامانه يعني كنا سنعلق على مباراه الفتح تحديدا عصب مع ضمك فعلا فيها اخطاء في المباراه, وتصور انه خامه الحكم الاجنبي في الفتره الاخيره اصبحت اقل, يعني احنا ما صرنا نجيب حكم يعني من حكام الصفوه اللي نعرفهم في الاتحاد او طيب في الدوري, ويبدو انه حتى التكاليف بالنسبه لهؤلاء الحكام اقل كثيرا ترى, يعني هذول لا يعتبرون في درجه ثانيه, يعني هذول ما يمكن يكون يعني حكموا في يعني مثلا في منافسات اوروبيه وفي منافسات قويه, يعني الاتحاد السعودي بيدور على حكم ارخص, بيدور على حكم رخيص, هذا حقيقه, هذا يمكن تكلفتهم ما هي عاليه جدا ترى, المجموعه اللي جت يعني ممكن اليوم حكم النخبه يعني لا 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 يعني التكلفه الاولى ليست هذا, هذا جزء من المشكله ترى, يعني بالمناسبه يعني هم يتعمدون الإساءة للدوري, لا لا هم يجيبون حكم أجنبي أفضل شيء, هم يجيبون أجنبي لكن يجيبوا لكنه أقل مما كان موجود سابقا, إيه معناها معنى معلش لما أجيب مستحيل يجيبون نخبة لكل الدوري معناها قاعد أسيء, لا هذا هو هذا الكلام أنا فهمه كذا, لا لا هو لما أجيب ناس أقل معناها قاعد أسيء للجودة حقتي, أنا أجيب حكم أجنبي لكنه ليس من حكم النخبة بالنسبة لل يعني نجيب واحد من أقصى أوروبا ولا يعني أنا أشوف أنا أتكلم رخيص. أنا أتكلم الدوري أنا أبغى يكون بشكل كبير ودافع فيه يعني مبالغ كبيرة, أنا بربطها بعد ما فيها منطقية مع ترى ملك أبو عبد الرحمن, اسمعني أنا أقول بعد قرار تعيين الحكم السعودي والنزول إلى الطواقم المعينة بدأت المسألة تقل على مستوى الحكم, ويمكن مراجعة الطواقم التحكيمية ومتابعتها ورصدها وعلى طول فكرة. إذا أنا قدرت أقراك بشكل كويس كأنك تقول الاتحاد السعودي يبغى يجبر الناس القناعة بالحكم السعودي فلذلك جايب حكم أقل مستوى. لا لا ما هي مقارنة كذا, لكن هو يبحث عن حكم أجنبي لكنه ليس بكفاءة وسعر الحكم الأول, هذا جزء هو يحاول الجزء الأهم صراحة في حديث رئيس الفتح عشان نخرج من النقطة هذه, هو أنه في الفعل رئيس الفتح من خلال تعليقه لمح على قضية ممكن يتعرض فيها عقوبة انضباط في هيئة نعم, يعني عندما يتحدث الرجل ويقول الحكم في الحالة الأولى اللي حصل فيها إلغاء هدف ضمك استغرق حوالي 3 دقائق بينما نحن في جزء من أخذ القرار, يعني كأنه فيه شبهة تعمد هنا بسرعة تخطأ, ما في شبهة تعمد أبدا أنت تقوله لكن غيرك لجنة الضباط هي اللي تحلل الموقف هل هذا موجود ولا لا, زائد أنه في عبارة ما تحضرني في الحديث كان فيها مباشر بأن الحكم تعمل بس حقيقة لو يعيد اللقاء ممكن أن نسمعها وتتضح للجميع. الجانب الآخر دقيقة ترى صرح قبل شوي رئيس الفتح في إذاعة يوفم قال خاطبنا مجلس اتحاد القدم ولجنة الحكام طيلة المباريات اللي حصل فيها 3 مباريات طلبنا, ولما شفت ما أقدر بعد يا حمد كل شوي يقول ترى خاطبنا على كل حال, بس على كل حال على كل حال في الخطأ سلام عليك علي, هو يقول 3 دقائق أنا أقول لك هو 3 دقائق عبد الرحمن معناته كان الخطأ مركب في اللقطة الأولى حقيقة كان فيه صح إلغاء هدف وطرد اللاعب, ولذلك طول الحكم في مناقشتهم لأنه ترتب على إلغاء الهدف أيضا طرد اللاعب ضمك, بينما الحالة الثانية كانت خطأ واحد اللي هو هل الكرة في يد اللاعب ولا لا فقط, فربما الوقت القصير هنا ليس كالوقت هناك لأنه فعلا استغرق فعلا في الحالة الأولى أكثر نعم, لكن حتى على مستوى المباراة اللي تابع المباراة صراحة ضمك كان أفضل وكان أجدر وكان المفروض يفوز إلين انطرد لاعب الفتح, يوم انطرد لاعب الفتح تغيرت الوضع وأصبح الفتح أفضل وأخطر وكان قريب جدا من حالة الفوز, هذا للأمانة
أنا أقول إنه رئيس نادي الفتح تحت الضغط وأنا ما ألومه صراحة ومثله أيضا حتى الإداريين وربما رئيس ضمك اللي ما أدري هو صرح ولا ما صرح لكن كانت النقاط هذه حساسة مهم. كونها بستة صح. وكونهم هم يعني متقاربين بالنسبة لمؤخرة الترتيب لكن للأمانة اللي بيشتغل على فريقه جيد وعلى فكرة الفتح ترى ليس فريق سيء للأمانة فريق يلعب كرة جيدة صح. لكنه غير محظوظ وكثير مباريات خسرها بنتائج غريبة وأحيانا بنتائج قريبة لكن عليهم فعلا أيضا هم يتحملوا أخطائهم في تغيير المدرب وتغيير الأسماء الأجنبية والتغييرات المستمرة واللي كان نتيجتها أن الفتح إذا بتقيم الفتح في الدور الأول لا والله سيء سيء بس أنا أقول هم غيروا لاعبينهم هم غيروا وغيروا مدربهم لك بس وطبيعي يكون أنا أتكلم بأمانة وفق نظري ما في شيء لأنه ما يصير ترتيبه في الأخير بس برد على أبو عبد الرحمن في جزئية الحكام اللي يجيبونهم مرخصين الحكم كم تكلفة الحكم لا تدري لحظة الحكم مباراة ما أعرف أنا أعرف بس بقول لك الحكم هذا 4000 دولار كان موجود أيام كلاتنجبير اسمع الكلام هذا كان موجود دولار. كان موجود واستقطب أيام كلاتنجبير وحكم مباراة موجود يعني من يعني فترة لكن السابقة لكنه كان عنده اللي ترى أنت بس إن بس لا بس في تغير شوف ما لم تكن مباراة على مستوى معين جماهيري ما يحكمها زي هذا نادر أول كان كل الحكام صفوة وكان رواتبهم اللي يأخذونها أعلى هذا يمكن 4000 زي ما قال كم قلت عليه 4000 دولار أو 5000 وهذاك 4000 دولار و 3500 والحكم الرابع أظن 2500 بالإضافة إلى الفار لكن الآن في معلومة أكيد معلومة أكيد معناها 120 ريال سعودي لا بالدولار أنا أتكلم 4000 دولار ال 120 اللي كانوا يقولون عنها كانت بالسعودية لا 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 الحين 200 ألف ريال الآن على أي نادي على أي نادي الآن يطلب مثلا زي النصر والاتفاق بكرة النصر وده يعرف هل بيقود المباراة حكم سعودي ولا لأنه خارج ملعبه فيخاطب النصر الاتفاق أنا أقول حمد لأنه هو واحد من أبناء الاتفاق فيخاطب الاتفاق هل أنت طلبت ولا أنا تقدم لا أنا طلبت خلاص يحول المبلغ مثل ما صار في الموسم الماضي واللي قبله تحول المبلغ في حساب الاتحاد السعودي كرة القدم البنكي أظن أنه 200 ألف لأنه شامل أيضا غرفة الفار يعني هو ترى مع التذاكر مع كل شيء مع التذاكر مع كل شيء انا كنت اقول 120 بس الشيء الجيد اللي يحسب لرئيس الاتحاد السعودي كره القدم يعني ترد على ابو عبد الرحمن تكلفه ما هي رخيصه تكلم عن 200 بعد اللي يبغى يبعد نفسه الحكم الارجنتيني الحكم الارجنتيني كم كله اللي جابوه الحكم نهائي كاس الملك ها وين فوق كثير مقارنه عبد الرحمن كم عدد كم كاس العالم هذا عدد موضوع مختلف كلهم بتجيبهم عندك يحكمون كل المباريات لا بس في نقطه جدا مهمه ابو عبد الرحمن وابو ساري السنه هذه بعد عوده الحكم السعودي لجنه الحكام والاتحاد السعودي لكره القدم صارت تتعامل مع الحكم السعودي هذه يعني لازم نقولها يعني بكل امانه ويشكرون عليها صارت تتعامل مع الحكم السعودي مثلا اليوم شكري الحنفوش راح وحكم مباراة الرايد والأهلي لازم يتواجد شكري الحنفوش والطاقم اللي معه قبل المباراة بيوم مع السكن في أحد الفنادق مع الأكل والشرب وكل حاجة والإركاب طبعا والإركاب طبعا وأيضا الحصول على مكافأة بعد نهاية المباراة مباشرة بس مهي بنفس مكافأة لا طبعا لا ما يا زينك إذا هديت شفت يوم هدا لا لا بس أنا بالنسبة أنا أتكلم يا عبد الله بالنسبة هذه وجهة نظر طبعا تظل وجهة نظري الحكم السعودي اوكي احنا مع الحكم ترى في حكام سعوديين مميزين خالد الطريس على ترك الخضير على شكري الحنفوش في حكام صاعد. بس انا اشوف وفي مجموعه صاعدين بعد ممتازين في صاعدين بس انا اشوف ان الحكم السعودي بصراحه يحتاج شوي بصراحه لسه. يحتاج شوي خصوصا اكثر ولا تاهيل لا 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 تاهيل ثقه مننا برضه عندك انت ثقه مننا برضه ولا لا 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 منا يعني ما فيها شوي احمد دباخ انت تبي توجه سؤال سؤالي يعني مدام الدباس يعني انا بس عندي سؤال انا لله ولا حول ولا قوه الا بالله كمل يا احمد يا اخي تحسس من حمد بس في نفس سياق الكلام انت الان لما تقول لي انا كرئيس نادي ما اخذ حق نادي لا ما قلت كذا ما اخذ حق دقيقه عاد ما كملت سؤالي انا يلا بالكلام ما كملت سؤالي اجل انت لما قلت مساء انا ما اتكلم أربع سنوات ما أنا ما هاجم الحكام ليش أنتقدهم وهاجمهم على كل إذا أنت شفت إن في خطأ ظلم في فريقك وأنت رئيس نادي مؤتمن حلو وقلته وش تستفيد يعني يعوضوني المباراة الجاية أدفع 50 كيف تستفيد يعني إذا طلعت أنا قلت الحكم اليوم ظلمنا طيب وش ممكن يصير أسترجع حق النادي يا أخي أنت لو تسجل يرجعون النقاط سجل موقف طيب بس سجل موقف أجل ما أبغى أسجل موقف أنا بالعكس أنا أسجل موقف بسكوتي معناه ضعف نبغى نسجل اهداف احنا ما نبغى نسجل مواقف كفو ابو عبد الله ها
يا حبيبي انا قاعد ادور الاعذار للعيبه اللي يجوني بعد المباراه ابو سالم الحكم الحكم روض الحكم اللي ضيع الانفراده والحكم اللي انا انتقد اتكلم مع اللاعب نفسه اقول انت اخطائك انت اللي ضيع بعد تبي تحاسب الحكم ابجي انت يا اللاعب وبحاسبك على كل شيء طيب انا ناخذ نفسك تقول من حقه يتكلم وانت تقول ما انا حر في رايي هو يقول انا يا حمد هو يقول انا هل انا قلت لك يتكلم بس انا سبق هل سبق اني قلت لرئيس نادي ليش تتكلم غلط لا 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 بس انا هذه سياسه ليش سكت عن الاخطاء السابقه برضه سياسته نفس... هو حر ها؟ هو حر طيب وانا هذا رايي بعد انا حر لا بس انت تقول انت خطا طالما انك ما تكلمت قبل على تتكلم ابو عبد الله انا بجيبك مثال حي موجود الان استاذ فهد مطوع هذا يسمعنا الحين اتوقع انه يسمعنا ان شاء الله صراحه ما كانت عنده ثقه كبيره باخطاء الحكام الاجانب اللي جو حكم له في الدور الاول فاثناء اجتماع الاتحاد السعودي مع الحكام مع مع رؤساء الانديه قال انا بالعكس انا مع عودة الحكم السعودي هذا لا يعني انه ما كان ملاحظات شلون ابو شلون ما كان عنده ثقه لا بس عشان ما الناس تفهم خطا كل انا فهمت خطا كل الشارع الرياضي يا عبد الله ما في لا ما عنده ثقه نفس كلام رئيس الفتح بما فيه انا احس بس انا كان عبد الله الان اللي انا هم مسكرين البعض يتهيأ لي خل سلامات يا حمد بس خلني اكمل ايش قال هو يقول اني انا الان اشوف اخطاء غير عاديه من الحكم الاجنبي هذا كلامه هو اي فمن باب اولى انه بوجود الفار انا اجيب الحكم السعودي ممكن مع الفار يتطور صحيح اليوم اللي انا شفته من شكل الحنفوش مع كل التقدير والاحترام له لا اقول يا ابو بندر طيب. ارجع واطلب حكام اجانب بما انك دخلت المباراه الثانيه سريعا ممكن تكون اداره نادي الكوكب هي الاداره الوحيده التي خاطبت اتحاد القدم رسميا ترفض الحكم الاجنبي وتطلب حكم سعودي في مباراة الفاصلة مع نادي الرائد قبل موسمين نعم. مباراة الذهاب حكمها أجنبي دمرنا دمر انتهت 4-1 خاطبنا اتحاد القدم برفض الحكم الأجنبي والمطالبة بالحكم السعودي ولم ينفذ طلبنا طيب. يعني إذا طلبنا أجنبي يعطونا إذا طلبنا سعودي ما يعطونا طيب أنا ما عاد أفهم صراحة في الموضوع لأن إذا جاء المطالبات على حكم سعودي قالوا جابوا حكم سعودي عشان يخدم نادي وما أدري إيش لا لا وفي أندية قالوا لا إحنا دائما نطالب بالحكم الأجنبي في موضوع التحكيم إحنا ما قدرنا نوصل لحل فيه ومن اللي قاعد يخدم ومن هو الطرف اللي يخدم ومن هو الطرف اللي ينخدم في كل مرة نروح للاتجاه خلونا نروح المباراة الثانية ونشوف أهداف لقاء الرائد والأهلي ونتذكر المباراة بصوت المعلق عبدالله الغامدي 65 من عمر المباراة حتى الآن تعادل سلبي فوزير يحاول فوزير يمر مع رائد الغامدي الله مخادعة من المخادع فوزير من الثعلب فوزير ماكرة ومخادعة الله على فوزير الله على كرة يمينية بتصل في شباك النادي الأهلي أحمر بريد المرعب يعني ممكن تكون حتى مصدومة من مستوى فريقها هذا في هذا اللقاء لكن الصوبة لكن الحل السوري الله يكونوا في أفضل أيامهم وأجمل مستوياتهم إلا أن عمر قادر على أن يعود بهم وقادر على أن يعيدهم عداة بالتخصص من أمام الرائد يصل إلى الشباك والمؤشر هل يقترب بالأهلي الله يا جبار عمر طيب خليني أروح معك أستاذ حسن القرني أبو عبد الرحمن اليوم الأهلي والرغم من الفوز لأنه كان يعني الرائد كان متسيد المباراة مقدم صحيح. امتداد للمستوى اللي قدمه الرائد في الست مباريات الماضية كان ما خسر هذه الخسارة يعني اللي تجي مع الرائد تقريبا صح ولا لا بنوف عبدلي ست مباريات ست مباريات ما خسر الرائد في مستوى فني مميز اليوم السومة أنقذ الأهلي صحيح أولا نبارك الأهلي الحصول على النقاط
نبارك للرائد هذا المستوى الفني الرائع حقيقة. وما يصح هو أنه الأهلي خطف المباراة حقيقة من الرائد، كون الرائد كان الأفضل حقيقة على مستوى الأداء الفني طيلة المباراة يعني. بل أنه يعني جهاد الحسين وفوزيه تحديدا والزين ورائد الغامدي حقيقة أسماء اليوم يعني تلاعبت بالجزء الدفاع الأهلي على منتصف وسط النادي الأهلي بشكل كبير صراحة يعني. لكنه حقيقة ما زالت مشكلة الرائد الواضحة والظاهرة أنه ما عنده حقيقة رأس حربة حقيقي ينهي جدل هذه الهجمات اللي دائما تضيع يعني. احنا شفنا حتى هدف الرائد الأول ربما خطأ من حارس المرمى خرج المرمى والكرة دخلت. لكن إجمالا أنا أتصور أنه في الأهلي مشكلة فنية واضحة وظاهرة، بل أنها في تزايد تختفي يعني في أجزاء من المباراة لكنها تظهر في الجزء الأكبر. الفريق لا يؤدي بشكل فني، في تباعد من الخطوط، ما في انسجام، في تعالي أحيانا من بعض اللاعبين، تعالي في أداء المباراة، عدم اللعب بجدية عالية. أنا أعتقد إنه إدارة النادي الأهلي أيضا بدرجة أولى مسؤولة عن هذا الكلام، ما قدمت حلول، الفريق يتراجع بشكل كبير فنيا، منحت الصلاحيات كاملة للسيد جروس لا تناقشه بشكل جيد حول بعض الأسماء. يكفي أن أتحدث من هنا في الديوانية أنه هناك رغبة في إدارة الأهلي للتخلي عن بعض الأسماء الفنية اللي جاءت في فترة الصيف، وهي أسماء من المفترض حقيقة أن تحدث المنافسة مع الأسماء الموجودة. لازم يناقشونها فنيا، يناقشونها الإدارة، إيه يسألونه يعني مثلا ليش اسم سيم من الأسماء في ظل أداء فني أقل من لاعب معين العدد مثلا. نعم مجحد طبعا، مجحد يعني لها 4 شهور احتياط. وأنا أتكلم ليس عن مجحد تحديدا، لكن في حوالي 3 أسماء يعني في رغبة بتحريكها. في شيء مهم حقيقة لإدارة السيد أحمد الصايغ، ويجب أن يعرف هذا الكلام، لأنه يعني بالفعل بدأت المسألة أو الارتباط بالمسائل الإدارية والانشغال فيها تشكل حقيقة ضرر على مستوى أداء الفريق. أنا أقول من هذا المنبر حقيقة، إذا كان لا يمكن قيادة الفريق إداريا وماليا بشكل جيد، فعليه أن يترك مكانه لمن هو غيره. وأنا على يقين أن هناك من سيقوم بجميع التبعات المالية اللي تحدث عنها. أما ما يحدث من مستويات فنية للفريق ومن تراجع في ظل المنافسة، فلا سيكون تحت طائلة النقد ولن يسكت عنه الجمهور في الفترة القادمة. يكفي أن أقول أن السيد جروس بدون مساعد مدرب، هو مدرب ومعه مساعد لياقة، مدرب اللياقة. يكفي أن نتحدث مثلا على أنه النقاش الفني من المدير التنفيذي لا يؤتي ثماره. يكفي أن نتحدث عن الأوضاع الإدارية أنك توافق على المدرب وهو ما معه مساعد مدرب. أنا أقول في أخطاء. أنا ليش أقول أخطاء؟ وليش الإصرار على الجروس؟ ليش الإصرار على الساعة السويسرية القديمة؟ ما كانت المسألة مليانة مدربين يستطيع توظيف وإحداث منافسة. أنت الآن جبت هذا الرجل ووضعته في هذه المسؤولية، الفريق يتراجع فنيا، الأهلي بحقيقة. كنت مؤيد أنت يا أبو عبد الرحمن رجعة جروس؟ لا. صح؟ لا. أنا كنت أتحدث أنه أفضل الحلول، لكن هو شخصيا لا، لأنه كان في إشكالية، في إشكالية حقيقة حول أداء الفني للسيد. كيف أفضل الحلول ولكن هو شخصيا لا؟ يعني أفضل الحلول كونه يعرف المنافسة في الدوري. طيب يعني مؤيد أنه يجي؟ لا، هو قرار الإدارة. أنا أقول أفضل الحلول زي ما تقول أنت. أي هو أفضل الحلول في الفترة ذيك، لكن حصل إشكالية طبعا في التعاقد مع المدرب، وكان المدرب يعني غادر أصلا حتى دبي. لا بس أنا قلت وكانت الرغبة في حلقة ماضية سألتك عن جروس مع العودة وقلت لي جروس قد يكون الحل. اي حل، انا اقول حل مناسب في ذيك الفتره، وامتدحت هذه الخطوه بالنسبه للاهلي. انا اقول حل اليوم كان تنتقدات. انا نسى ابو عبد الرحمن لان دقق عليه نسى. انا اقول لا ما في نسيان، لكن انا اقول هو حل في ذيك الفتره فعلا، لان كان الاهلي بحاجه الى مدرب يعرف اجوال الدوري. لكن حقيقه الرجل ما زال يحتفظ بقناعاته السابقه للامانه، ولا يقبل النقاش في جوانب فنية. يعني كانت الخطوة بالنسبة لك أنت تشوفها كويسة، بس اليوم شفناها طلع مو بكويس والنتائج مي ماشية، فنشيل جروس. ربما أشوف أحيانا يكون حل مناسب في فترة معينة، لكن للأمانة وللتاريخ الأداء الفني للأهلي يتراجع. ولا يمتدح سيد جروس أو يسكت عن الوضع الفني حال كذا إلا شخص لا يريد الأهلي الخير. الله الله حمد بيخي. أنا والله شوف أتفق مع المجموعة أن الرائد كان أفضل، والمباراة يعني سرقت منه عن طريق عمر السومة. ايوه التهديد في خلال اعتذر بس هذه نتائج الشكوى. نتائج الشكوى صار يقول الصدق واحد يتكلم. هذه بداية للاعتذار يا ابو عبد الله، هذه بداية للاعتذار. علي التهديد هذا ينفع. خل انا وضحت ما له علاقة، ما له علاقة. رجل تتكلم بطريقة فنية. كلام فين ابو عبد الله؟ انا نفسي بس ادباس ما يقاطع يخلي الواحد يتكلم، مو انا يدخل على المجموعة كلهم. ما والله ما ادري، تقول جوجل
اضافه نتكلم انسكت قلت وراك ساكت لا لا هذا العظيم اضافه اذا سالوه اضافه لا شوف اذا قلت شيء غلط قولوا كلامك غلط بالادله والبراهين لا لا خلنا نكمل قصدي لانكم تقولون لحظه انا الداخل ليش لان اشوف اشوف قدامي غلط ما ينسكت عليه تونا ما بدينا تونا نتكلم لا كلامك الحين حلو بس التهديد عبد الله عبد الله الشكوى وراك وراك لا تمدح الرائد لمين يوم الدين خلاص المحامي جاي عند المحامي وقول بعدها خلي وجهه نظر يا جماعه قول صدقون خفت تفضل انت ترى بانه الاهلي نعطي لكل حق حق نعم الرائد هذه عادتك قلت لك انا يعني السنه هذه مقدم فريق مميز وانا اختلف ان اخوي يقول ما عنده مهاجم بالعكس رائد كويس مهاجم له بصمته في مباريات سابقه اليوم صح بس الارقام ترى الارقام عند الرائد الاهداف اللي عليه اكثر من الاهداف اللي سجلها اقل رائد بعدين مو مهاجم انا ما انا ماينس بالنسبه للنتائج ما يسجل فريق شوف رائد يا ابو عبد الله مو مهاجم صريح طرف راس حربه صريح طرف رائد لاعب طرف لازم الان كره القدم مهاجم صريح 2013 الشنوب هداف الدوري هو قال ينقصه هداف صريح ها هداف الدوري الان منهم سم ادواردو راس حربه لا قوم لازم محمد الله محمد الله لا لا ادواردو الان من ضمن الهدافين هو راس حرب مو لازم نعم. كره القدم الان الفريق الجيد اللي عنده عدد هدافين نعم. خلاص زمن الهداف الواحد انتهى نعم. انت تقول في عنده مهاجم اللي هو رائد قلنا رائد بالعكس ممتاز وسجل في مباريات كثيره ترى كم يعني تميز الرائد هذا كم سجل الرائد هذا اللي بيقعد سجل ثمانية سجل كم سجل عليه مو قاعدين في استوديو تحليلي طيب خلي يكمل يا جماعة اسمح لي بس شوي 23 وعليه 27 لا نقول كم سجل رائد قول وجهة نظرك بغض النظر على الارقام رائد ليس في قائمة الهدافين على عشان الاصوات يا جماعة صارت الاصوات مرة العموم بالنسبة للاهلي انا اعتقد ان الاهلي ظهره مكشوف اي فريق ما عنده دفاع قوي يستند عليه لازم يعني بيكون بهذا الأداء يعني عنده مثلا في الهجوم والوسط عنده أسماء متعددة حلو. كثيرة لكن كخط دفاع يعني حتى ممكن يختلفون معي كثيرين أنا أشوف لي ماذا اللي جاي ظهير يسار لو أبغيت على حسين عبد الغني كلاعب فني مش كسلوكياته لا يفرق عنه بالعكس أنا أشوف حسين ممكن يكون أداء ما أشوف إضافة يعني شو الإضافة اللي أضافها لي سؤال فني بس سؤال فني طيب ما تظن لعيب الأولمبي أثروا على الأهلي رجعتهم ما بتضيف له كثير عبد الباسط هندي عبد الرحمن غريب لا هذول يعني أساسيين يعني كانوا في الأهلي لا ما لعبوا كثير أنا أشوف عبد الباسط هندي لعب كثير في لاعب يعجبني جدا في ذا أستغرب غير موجود نوح الموسى نوح هذه قناعات تم إعارته تم إعارته للفتح أنا بيرجع لنادي الفتح إعارة شتوية نفس الكلام المهم ما أبغى ندخل في موضوع محمد المجحد وسألتك عنه وليش جابوه إيه؟ وضاح نفس الموضوع الأهلي أنا أختلف يعني بغض النظر عن المشاكل أكلمك كفريق في أسماء جروس مدرب أيضا مش ضعيف مدرب سبق ونحقق نتائج جيدة مع الأهلي لكن الأهلي برضه أنا أقول لك مش من الفريق اللي عنده هيبة يعني ساعات بعض الفرق يعني مثلا الهلال في مباريات هيبته تفوزه يعني على الاقل هيبته تخلي الفريق الثاني ورا الاهلي من الفرق لا صغير ولا كبير يخاف منه يهاجمه فما عنده حتى هذه يعني شخصيه الفريق الكبير الهيبه مش موجوده طيب خلي يجرون عليه خالد بستكمل التصريح هذا الاهلي طيب نستكمل التصريح هذا خليك ترد بس بروح الفاصل اروح الفاصل وارجع اكمل مع ضيوفي يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه وضيوف صالح الحمادي حمد الدبيخي دباس الدوسري وعبد الله العبيد حسن القرني وعلي المرشود مع حفظ الالقاب ونعم بالجميع الجميع ونعم بالجميع جزاك الله خير العشر قاب طيب خليني اقول بس حسب مصادر برنامج الديوانيه محمد ابو سبعان يرهي الأمور وينتقل من ضمك إلى التعاون وأيضا نوح الموسى يعود مرة أخرى بإعارة لناديه السابق نادي الفتح قادما من الأهلي هذا حسب مصادر برنامج الديوانية طبعا أبو سبعان قد يتم الإعلان الصفقة في الوقت القادم بالنسبة لأبو سبعان بعد مباراة الفيحة والتعاون قد يعلن عن اللاعب أبو سبعان
منتقلا الى بوسلمان، ترى له سابق تجربه في التعاون. نعم كان له سابق تجربه. طيب بروح معكم عبد الرحمن، كان حديث حمد دبيخي قبل الفاصل بان الاهلي مشكله الاهلي انه لا يملك هيبه تجعل الخصوم يخشونه. هو يتكلم عن هيبه فنيه يعني يسمح للاخرين بالدخول الملعب، ولا فريقه كالاهلي انا اعتقد انه يملك هيبه، والانديه الكبيره اصلا اكتسبت الهيبه من يعني من قديم ما هو من الان. يعني ليس صحيح انه مثلا اذا كان فريق اقل مستوى في موسم واسم نقول له بعيد عن الهيبه، والدليل على ذلك انه مثل هذه الفرق دائما في المباريات تعمل الانديه حسابها وتراجع حساباتها عندما تلعبها. الهيبه ليست قضيه وليده، وفي العقد الاخير وبالارقام الاهلي ثاني فريق تحقيقا للبطوله في العشر سنوات الاخيره، يعني ياتي بعد الهلال تقريبا. اي بطوله؟ على مستوى البطولات العامه من عام 2011 الى عام 2020 الاهلي اكثر نادي تحقيقا للبطولات بعد نادي الهلال. طبعا الهلال مصنف البطولات بشكل عام يعني. اي نعم مصنف تقريبا 14، والاهلي بعده بسته بطولات، ربما الهلال النصر الان بخمسه دوري يعني. يعني طبعا على مستوى البطولات عامه اللي هي سوبر دوري. طيب واخر لا ولذلك اخر 20 سنه كم؟ ما عندي حقيقة رقم. بضرب من تحت الحزام. ما عندي رقم. آخر 20 سنة من عام 2013 بطولة. على كل حال. على كل حال يعني يبقى يعني ما أعتقد إنه. الاتحاد 16 ها. الاتحاد 16. يبدو لي حوالي. أنا أقول يا أبو عبد الله إنه إجمالا الفترة هذه اللي تحققت فيها 10 سنوات مستحيل يكون فريق ليس لديه شخصية وليس لديه هوية وليس حاضر في المنافسة حتى يوصف له، لكن ربما المصطلح أراد منه أبو عبد الله هنا الإشارة على إنه يهاجم من الفرق الصغيرة. وأنا أقول اليوم في المستويات بالنسبة للأندية الموجودة كلها تدخل ملعب الفريق المنافس مهما كان وتهاجم وتسجل، والدليل أنه مثلا الفيصل تعادل مع الهلال قبل يومين، ما هو معقول نقول أيضا أنه فريق فاقد الهيبة، لأنه فريق الفتح أيضا كذلك فيه يعني مناسبات كثيرة تدل على أنه ليس فاقد الهيبة لكن ربما فاقد الاتزان الفني، عنده عدم قدرة على المجاراة بسبب أخطاء بسبب مشاكل معينة فنية. طيب ربما هذا الأمر. تقصد أنت أبو عبد الله الهيبة الفنية فقط، ما تقصد هيبة فنية في الملعب؟ أنا قلت لك ليش الكل يجي عشان ما تفسر بطريقة ثانية يعني. لا لا طيب عبد الله صح ماذا على المباراة الرائد أو الأهلي الرائد والأهلي والسومة اللي في دقيقة قلب المباراة الأهلي؟ أعجبني في تصرفات السومة بصراحة اليوم إنه عنده الدافعية الكبيرة يعني الموتيف حضر عنده بقوة في الشوط الثاني، وطبعا أتمنى له الشفاء لأنه لاعب من اللاعبين تحمد له بالسلامة. هو طبعا تعرض لإصابة خلع في الكتف إن شاء الله يرجع بالسلامة إن شاء الله ما يطول غيابه، لأنه من اللاعبين العرب المميزين ليس على مستوى الدوري السعودي. لا لو في تعليق بسيط، ترى الأهلي لا يملك مهاجم الآن في آسيا إلا شو اسمه اللاعب جانيني بحكم أنه هذه اللقطة هو يغادر الملعب كذلك بسيارة الإسعاف. الله يشافيه الله يشافيه عمر. وآسيويا هو الوحيد اللاعب اللي يلعب في بالنسبة للبطولة الآسيوية هو الكابتن عمر السومة كونه آسيوي. أقصد أن السومة اليوم على صعيد الهدافين نقل نفسه من رابع الهدافين إلى الثاني مباشرة، يعني أصبح يطارد جوميز بنفيتي جوميز هداف الهلال اللي عنده 12 صار 11، بعده حمد الله 10، كارلوس ادواردو 9، دي جانيني 8 اهداف. واثني على كلام الزميل حمد في حديث انه قال الفريق الجيد اللي عنده اكثر من هداف ولا يعتمد على هداف واحد، بدليل انه الهلال مثلا عنده الاول والرابع اللي هو جوميز وادواردو، والاهلي عنده الثاني والخامس اللي هو دي جانيني وعمر السومة. اللي عجبني اليوم في تحركات السومة بصراحة في الهدفين، أول الهدف الأول أنه عملية اللقص الدافعية، أنه كرة ما كانت يعني لا ممررة لا ولا، هو اللي بحث عن الكرة هو اللي استلم الكرة وانطلق للمرمى وسدد بطريقة جيدة. الهدف الثاني أعتقد يعني مثلا كنت أتكلم عن ماجد عبد الله في فترة من فترات عندما كان متجليا كهداف، أقول أنه هو من يصنع صناع اللعب معه، بدليل أنه الكابتن ماجد أنه تلاحظ أنه هو من ينطلق إلى خلف المدافعين عند القائم البعيد ويأشر بيده العبها لي، سواء كان يوسف خميس طبعا هذه الأهداف نشوفها معروضة. ليت نعيد الهدف من البداية إذا سمحوا لي لو عدنا من البداية شوف بالضبط، شوف هو اللي ذهب وبحث عن الكرة. والهدف الثاني أيضا تألق فيه أكثر أنه ساعد اللاعب اللي مع الكرة بالانطلاقة أولا، ومن ثم التموضع خلف قلب الدفاع طويل القامة بحيث أنه هذا الهدف الثاني. لا لاحظ كيف اندفاعت عمر السومة وتبادل المراكز مع زميله الآخر دي جانيني يعني تحرك هداف
تحرك هداف تحرك هداف يعني مو هداف تتكلم على بالقدمين تتكلم التسديد من خارج المنطقة تتكلم على الضرب الكرة بالقذف الكرة بالرأس لذلك هي صراحة وتعرض للإصابة جراء هذه بالضبط بالضبط طبعا تلاحم بين اللاعبين ما أعتقد أنها إصابة كانت متعمدة الجميل أيضا في يعني الإخوان تكلموا جوانب فنية والأخيرية خلينا نتكلم على حتى على مستوى المراكز كان الفريق الرائد اللي بصراحة سجل إعجابي فيه ومسيرته هذا الموسم كان مؤهل تأهيل جدا أنه ينفرد بالصدارة هذه المباراة كانت تسمى فض الشباك بين متنافسين على المركز الثالث اللذان هما الأهلي والرائد بدليل أنه لو الرائد تمكن من كسب المباراة لاستطاع أنه هو من يكسب الثلاث نقاط ويصبح 29 نقطة مقابل 26 الأهلي لكن الأهلي كفريق أعتقد أنه كالجواد اللي قادم من الخلف اللي سيضرب في الأمتار الأخيرة أظل عند رأيي أنه متى أشاهد تكرار لسيناريو الموسم الماضي أنه النصر متى تحسنت مستوياته ومتى استطاع تكرار الفوز على الهلال فهو في وجهة نظري هو المرشح الأول لأنه بتكلم عن الأهلي تقول إيش دخل النصر دخلت النصر أخذت نقص لا أربط الأهلي وش الدور اللي ممكن يلعبه بس أنت تحصرها هلال النصر أو نصر الهلال لا أشوف الآن إنه ما تتكرر سيناريو الموسم الماضي إنه استطاع النصر إنه يأتي في اللحظات الأخيرة ويتفوق على الهلال في مباراة الدور الثاني لأنه كسبه في مباراة الدور الأول نعم. أعتقد أن النصر سيكون هو الخيار الأول بالنسبة لي بطولة الدوري ثم يأتي بعده الهلال خاصة ما تكرر سيناريو الموسم الماضي وأصبح يفقد نقاط بداية من مباراة الفيصلي يأتي بعده الأخطر في هذا أعتقد منعطف خطير كان للأهلي وتألق فيه السوم أن يفرض حضور الأهلي ويفرض تواجد الأهلي في صحيح. على قائمة الفرق المرشحة ويبقى السباق يعني لو جينا كمان نتمنى بصراحة الوحدة أو أبها يجي بطل جديد مثلا الوحدة يعيد تاريخه كأحد أقدم أبطال المملكة وأبها كفريق يكرر تجربة الفتح لكن أنا أتكلم أنه طبعا التعاون ما يحتاج حاضر من الموسم الماضي الرائد هذا موسم جيد جدا لكن في مجمل الأحوال سينحصر الصراع بعد هذه المباراة تحديدا وفضل الله ثم تألق عمر السومة مثل ما تفضلت في ظرف دقيقة أنه أعاد هيبة الأهلي كفريق يستطيع المنافسة حل. على بدليل انه اصبحت 31-30 صحيح يعني صار موجود في المنافسه طيب خلينا نروح نشوف ايضا حديث لاعب فريق الاهلي سلمان المؤشر مع الزميل المميز فيصل الملوقي واللي تحدث عن وضعه الحالي مع النادي الاهلي سلمان كلام كبير الفتره الاخيره سلمان بيجدد سلمان بينتقل توضح لنا الصوره للجمهور الاهلاوي اللي قاعد ينتظر والله شوف للأمانة يعني للحين ما صار شيء يعني لا بيني ولا بين النادي الكلام طلع انه في مفاوضات الكلام طلع انه في سلمان انه سلمان بينتقل الكلام طلع انه بالعكس انا للحين في نادي الاهلي احترم عقدي لاخر يوم اذا كان في توفيق ان شاء الله في نادي الاهلي او توقيع نادي الاهلي ان شاء الله بوقع ان شاء الله لو في خير الله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله لي والنادي الاهلي ولاي نادي ثاني احنا في زمن احتراف يعني اللي يبغى النادي اللي قدم العرض اللي يبغاه سلمان حيروح له والله احنا في زمن احتراف بس الأولوية يعني النادي تقريبا لي 5 سنوات في النادي وجمهور عارفني عارف سلمان الله يكتب اللي فيه الخير سواء لي ولا النادي الآن ما رفضت أي عرض مقدم من إدارة الأهلي للأمانة ما جاني عرض أنا ما جلسوا معي للأمانة ممكن أتكلم مع وكيل أعمال بس أنا ما جاني خبر للأمانة الله يكتب اللي فيه الخير إن شاء الله شكرا. خليني بروح معك عبد الله العبيد على حديث سلمان المؤشر وحديثه على وضعه مع الاهلي المعلومات عندنا تقول بانه هو بينتهي عقده في نهايه يناير اللي هو نهايه ايضا الفتره الشتويه 10 ايام والانديه اللي تتطلع لها كلها ما تكلمت الى الان يعني كلها يمكن حتى جمهورها يستنى على راسها النصر طبعا يعني هو يمكن اكثر الكلام كان حوله فهو الاسبوع هذا اسبوع الحسم لكن كلام محترف انا عجبني كلام سلمان صراحه كلام موزون انا الى اخر يوم احترم عقدي ما في بصراحه هذا كلام لغه ننتظرها صراحه من اللاعبين حلو وعن الاهلي والرائد الاهلي والرائد ما اكيد ما حابعد عن كلام الزملاء لانه لازم يعني ما في احد يتابع دورينا السنه دي ويقدر يتجاهل الرائد والمستويات اللي قاعد يقدمها ما شاء الله هذا الموسم والتطور الكبير يعني وبدون خوض في امور فنيه الأهلي ما زال يكافح ويقاتل بكل أدواته اليوم بصياغة 2016 يعني كل الهدفين ودقائق إبقاء الأهلي في دائرة المنافسة كلها سنة 2016 كان جروس المؤشر سيد المولى ترى هو اللي لعب كرة الهدف الأول اللي خطفها عمر السومة رأيك في جروس اللي يقولوا حسن القرني بأنه جروس
هو المشكله في الاهلي؟ لا شوف ما احب اتكلم صراحه في امور فنيه، لكن تسالني انا كمشجع مثلا في بدايه عوده الاهلي يعني كنت اعيب على الاقل انا يعني يعني يتحمل جروس هذا الـ 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 لا شوف ما تقدر لان انت هو الان يعني اللي نسمع من الفنيين دائما يقول لك ان المدرب لازم ياخذ وقته، فهو جاي على مدرسه ثانيه لو بيسوي شيء لازم ياخذ وقته، لكن ما في شك انه عبنا عليه في البدايه على الاقل انا يمكن في المتابعه له اللي هو كلاسيكيه الاداء ومحاوله يعني اعاده احياء فريق 2016 يعني ولو كان بفرض الواقع يعني، وجاء طبعا هذا الكلام على حساب اللاعبين اللي طلعوا بعد جيل 2016 منهم اللي تفضلت واعلنت انت نوح الموسى، اللاعبين اللي اليوم في المنتخب الاولمبي واضح انهم يعني بيرجعون بيعانون لين يلقون اماكنهم، يعني واضح ان الرجل عنده ادوات وما زال مقتنع فيها، لكن أنا أتوقع أنه من بداية الدور الثاني الوضع بيتغير. هذا الفوز نقلة مهمة جدا، نقلة مهمة جدا. الحلقة الأخيرة اللي ظهرت معكم عبد الرحمن كنت أتكلم أنه الجولة 14 و15 معيار مهم للنصر والهلال وللأهلي أيضا، ذكرت أنه النصر والهلال يمرون منعطف هام جدا جدا جدا، ولو تتذكر قلت مباراة الفيصلي أبدا ما حتكون عادية على الهلال، لأنه ينتظر الشباب والنصر ينتظر الاتفاق، حتى الفريقين كلهم يعني جالسين يتطورون بشكل مو طبيعي. أدوات الأهلي لا يمكن تغفلها مهما صار عنده نجوم ما هو عاديين، يعني ما انت ما تتكلم عن لعيبه عاديين، تتكلم جانيني تحركته ما قصر عبد الله، وتكلم عن تحركات السومة، لكن شوف جانيني كيف تحركه ايضا وقت الدخول والانطلاق وفتح المساحات، فما اتوقع انك تقدر تستبعد الاهلي ولا تقدر تغفل الرائد من المشهد، فمبروك للفريقين ومبروك للدوري اوضاع هذه المباراه وصورتها. طيب بس على المباراه كلام سلمان المؤشر، حديث عن جروس، انت تتفق مع النظره بانه المشكله في الاهلي هي جروس، مشكله فنيه واضحه انه يحاول احياء الفريق البطل اللي كان موجود معه؟ برضه سؤال فني بحت. احسنت، انا خلني اروح للموضوع يعني بشكل عام يعني. اوكي، لكن لازم انت لما تقول راي فني لازم تحط نقاط وتفند ويكون عندك ركائز وجهه نظري انا علمي نظره الناقد، انا ما ابي تحلل فني من نظره الناقد. طيب إيه يعني لازم يكون واحد محلل فني حقيقي يعني، مو مثلا زي حمد كلام بيخي. حلو كلامك حلو محمد بيخي يقول سواليف زينا يعني. راي انطباعي انا ما احب الراي الفني فنيا، انا ما احب الراي الانطباعي اللي نقوله اراء انطباعيه عشان كده ما احب اخذ يعني راي حسن القرني انطباعي. اي راي انطباعي طبعا. اسمعني طبعا، مساله انه جروس كان هو الحل الافضل والان الحل الافضل انه يمشي، طيب يجي مدرب بعده بعد شهرين الحل الافضل، ولكن الحل الافضل ان يعود جروس ونستمع هذه الحاله دي. هذه التقلبات هذه مصيبه. بس يمكن زي ما قال لانه انتم ما تهمك مصلحه الاهلي. انا على فكره ما قلت انه جروس هو ممتاز وهذا احسن واحد يصلح لهم، هم ادرى بحالهم زين. انا اللي يعنيه اي تغيير في المدرب له تبعات، صحيح. عشان كذا اخر قرار المفروض تروح له ما يقول الله المدرب اسهل شيء، انا عندي 20 لاعب ما اقدر اغيرهم بس عندي مدرب اقدر اغيره، ايش الفكره؟ المدرب هو اللي يدير كل ال 20، اذا ال 20 مضبوطه ما عشر ال 20 جيب غيره. اذا انت عندك قناعه في المدرب فعلا وترى ان المدرب هذا متمكن فعلا وابقي هي ما معقول يصير العيب في ال 20 كلهم، فك 2 3 4 بدليل العيب في نفسه ترى. أيوة، لو انت اللي اخترت سابق اني قلت اي تغيير صح. اي تغيير للمدرب اعتراف نعم ضمني من الاداره بفشل في اتخاذ هذا القرار. صحيح وطبعا ما في اداره ولذلك ما تاخذ من قرار وما في اداره ما تفشل طبعا، هذا امر انا على فكره مو يجي واحد يقول انت تقول انه يفشل، لازم يصير في اخطاء من الاداره من اللعيبه من المدربين، هذا امر عادي. نعم خلني اتكلم عن عمر السومه. تفضل. انا بوجهه نظري ان الخلع اللي صار اليوم خلع في كتف الدوري وليس في كتف عمر السومه. عمر السومة بالنسبة لي أنا لاعب إضافة غير طبيعية، أعتبره أنا ريفالينو وعمر السومة أفضل اثنين طباعي طبعا أفضل اثنين طباعي طباعي أفضل اثنين بوجهة نظري لعيبة غير سعوديين لعبوا الأندية السعودية. بس أنت ما تتكلم فني، كيف تقدر تقيم فني؟ هذا طباعي 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 إيه. لكن الجروس عشان أحكم على الجروس على المدرب لازم أكون قريب من الوحدات التدريبيه واعرف ايش يسوي وايش طلب من اللعيبه وايش قال لهم، عشان كذا اللي يحكمون عليه هم القريبين نعم اللي عايشين معه. لكن واحد حاط رجل على رجل وجالس هنا والله شيله المدرب
كان الحل الافضل، الان ليس الحل الافضل، ايش الكلام؟ ما تجي كذا الامور. صح صح صح. عموما عمر السومر عمر السومر بدليل انك دائما سنوات بالكوكب بالدرجه الاولى. لا حركت حلو لحظه الدم. ممتاز، هذا كلام جميل، اتهام خطير. استلمت الكوكب، حلو فتحت المجال. هذا ما قال الكلام ما يقوله. انا اقول عبد الرحمن اعطي فرصه رد على الاتهام الخطير هذا. اسمع انا اقول يا شيخ الجماعه المفروض يجيبون رؤساء انديه ثانيين، اسوى تم بما قلت للصرامي عشان هو مدير مركز الاعلام بالنصر، عشان نسمع راي ثاني. رايك انت خلاص معروف. طيب اسمعني، وهذا وضعك. اسمعني عبد الرحمن، كلامك اللي قلته كلامك اللي قلته يدل انك تجهل المعلومات وتجهل عن الكوكب الشيء الكثير. نعم صح، بدليل انك لعبت في الدوري الممتاز. زين حلو. انا استلمت نادي الكوكب، في كثيرين ترددون هذا الكلام، يجي وينظر واو ماذا قدم هذا ودهور الكوكب. يا ابو الشباب اللي ما انت فاهم، اللي ما عندك معلومات، انا استلمت نادي 25 سنه ما شم الدرجه الاولى، مو ما لعب في الدرجه الاولى 25 سنه. طيب وش سويت؟ حلو، صعدت بالفريق من الدرجه الثانيه للدرجه أيوة الاولى، وثبتت في الدرجه الاولى الان 3 سنوات. وكان يهبط قبل بلا سنتين بلا ثلاثه الاهلي كان بغى يهبط قبل عام 409 ترى كان الكوكب الاهلي يتنافس على الهبوط. انا اقول حلو اسمعني، انت في الدرجه الاولى واذا كان هبط في الدرجه الاولى. اسمعني واذا نافس عموما انت تجهل المعلومات. خذ هذه. لا ما اجهل، هذا صنعت. اسمعني، انت طلعت الدوري الممتاز، اعدت نادي، انت تحسب الصعود الممتاز امر سهل؟ انت جالس هنا حاطط رجلك تشرب شاي بدليل انه حط طلع، وبدليل انه الباطن طلع، وبدليل انه ثانيه طلعت، كلتين طلعت. انت حلو، احد كم؟ لا انت وحدك ما زلت. احد يا ابو عبد الرحمن، احد يا ابو عبد الرحمن في تاريخه، زين تاريخ كبير ونادي تاريخ وعريق اكثر من كثير. انا انتشلت نادي بلا امكانيات بلا شيء. اللي يقول اللي ما يعرف ايش سوى الباس الدوسري لنادي الكوكب، انا اعتبره يجهل في تاريخ رياضة الخرج. عشان كذا انت تتكلم كلام. لا لا لا، انت تجهل. انا اتكلم بالارقام، انت وين بالارقام؟ وينك انت؟ حلو، انت تحاكمني على ايش؟ انت وين الدرجة الاولى؟ خلاص خلك في الاولى. حلو، في الدرجة الاولى، ولكن بعد ايش؟ دائما في الدرجة ولكن الأولى. بعد ايش؟ هذا وضعك. طيب الحين انت كناقد درجة ثانية. انت كناقد درجة ثانية تقييمي انا لك. اتكلم على الكوكب. ومع هذا تجلس معنا. انا اقول كوكب في درجة تجلس معي وانا مع انا ناقد امتياز. انا اقول انا ناقد الصف الاول. سمحت لي. انا اقول لك انت ناقد درجة اولى. ابو اسمعني. انا اقول عبد الرحمن كوكب درجة اولى. صح كلامك عن الكوكب كلام جميل. لو سمحت اسمعني. اعطي كاميرا. انا نقلت قيادته الى الدوري. لا ابو ساري، في النهاية نحترم كل الضيوف اللي معنا نحترمهم. هو يقول لي خليك في الدرجة الأولى. بس أبو سعد. إيه لا. أنت بديت. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. في الدرجة الأولى الكوكب. إذا سمحت لي أبو عبد الرحمن. الكوكب خليه في الدرجة الأولى. حسن. هو الدرجة الأولى الآن. حسن. ما قدمته. حسن. باقي في الدرجة الأولى. صحيح. إيش قلت تتكلم أنت؟ يا جماعة. إحنا نقول نقلناه من الدرجة الثانية الأولى ونافسنا. معلوماتك. عفوا ترى صعد الكوكب للممتاز. يصلح كذا. ما عاد. صعد الكوكب لا في عهدي. أبو سعد. ولكن غير النظام الأساسي. لا تخلينا نقلب المواجهة. لا لا لا. صعد للممتاز. ما صعد أبدا. أبو عبد الرحمن. الدرجة الأولى نظامه. أبو عبد الرحمن. أنت تجهل التاريخ. إذا سمحتوا لي اثنينكم أشخاص كبار، ما أبغى أصير أنا بشكل سيء قدام الكاميرا، ولا هو ستايلنا إن إحنا نطلع بهذه الطريقة. في النهاية أبو سعد. احنا نحترم كل الضيوف. في النهايه ابو عبد الرحمن ارجو ما تحول الموضوع لموضوع شخصي. اذا هو كان له راي وجهه نظر مختلفه مع وجهه نظرك، لا تحول الموضوع لامور شخصيه وتجي انت باتجاهات شخصيه مع ابو ساري. وانت يا ابو ساري هذا النقاش بهذه الطريقه دفعت عن اللي سويته. هو يقول لك ما سويت شيء. انا نقلت النادي من فتره سيئه الى الدرجه الاولى. ابو ساري انا ما اسمح لك تصنف الضيوف ومزاجك. انا ليش بهذه الطريقه؟ انا ليش هذا يقول ما هو صحيح؟ لذلك انا اروح لحديث اللاعب عز الدين دوخة مع الزميل فيصل المروقي. كابتن نقول لك يعطيك العافية، هاردك على الخسارة، لكن بالرغم من الخسارة إلى اليوم يعني خروج بمستوى عالي للفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. مو بس اليوم، كم المباراة لعبنا وكنا كويسين على كامل الخطوط. ظن خسارة قاسية مرة بالنسبة لنا. يعني تمنينا أن نخرج بفوز لانه كنا نستاهل. تقريبا 90 دقيقه واحنا نلعب في منطقه الخصم، ضيعنا عده فرص في الشوط الاول. نظن انه هدفين تلقيناهم في ظرف دقيقتين، اخطاء دفاعيه. الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله معوضين في المباراه الجايه. كابتن تتحدث عن اخطاء دفاعيه، نقدر نقول عدم التركيز اليوم تحديدا بعد الهدف الاول، تغيرت الامور داخل المنظومه الدفاعيه؟ والله لما تكون فائز في المستوى العالي انك تكون فائز لازم تحافظ على النتيجه. 5 دقائق كانت باقيه انه تخلص المباراه. نظن انه كنا قادرين نكون مركزين اكثر من كنا مركزين. نظن اخطاء دفاعيه سويناها اليوم. شو راح اقول؟
هارلك لنا ومبروك للاهلي وان شاء الله نعوض يا رب. رغم الخساره في رضا اللي واضح حتى من الجمهور. لا الحمد لله كلام على خمس جولات فوز. ايه لا الرضا يكون اكيد الحمد لله. كنا متمنين انه نخلص الدور الاول في المركز الثالث يعني. ورضا اكيد يكون قلت لك كل المباريات اللي لعبناها هذا الموسم تقريبا كلها بمستوى عالي بتركيز كبير يعني الفوز ورا فوز اكيد الجمهور يكون راضي. نعتذر منهم وان شاء الله يا رب نعوض في المباراه القادمه. طيب خلينا بروح معك على المرشود على كلام دوخة. تكلم على أنه كان في أخطاء دفاعية موجودة في الرائد اليوم سمحت الأهلي أنه يقلب المباراة. أول شيء مبارك للأهلي فريق يعني كبير أكيد وحقق الأهم بالنسبة لي هي الثلاث نقاط. نقول بالسلامة إن شاء الله الكابتن الكبير عمر السومة وأيضا للكابتن جلال الداود اللي خرج في الدقيقة الرابعة من فريق الرائد ويمكن يعني بعثر أوراق مدرب الرائد ومع ذلك كان البديل يعني في الموعد الكابتن السوري واحد من أفضل صناع اللعب في الدوري السعودي اللي هو الكابتن جهاد حسين. أنا أشوف أن الرائد سرقت منه المباراة على اعتبار ما قدمه طيلة الست جولات الماضية بما فيها مباراة اليوم. مستوى فني ممتاز جدا واضح تأثير العمل الفني بالنسبة للسيد هاسي على لاعبين الرائد اليوم وحتى المباريات الماضية بدليل تواجد الرائد الآن في المركز خلف الأهلي في المركز الرابع والخامس. اليوم أيضا إشادة كبيرة بالحضور الجماهيري الكبير اللي حاضر اللي كنا ننتقده في وقت سابق جمهور الرائد وحتى جمهور التعاون لا يحضر في الملعب يعني وسط امتعاض كبير سواء كان من إدارة الناديين على اعتبار ما يقدم الرائد والتعاون سواء كان التعاون في الموسم الماضي أو الرائد في هذا الموسم. الرائد يحقق الانتصارات تلو الانتصار. يمكن أنا قلت ملاحظتي على الحكم أنا أحترم الكابتن شكري حنفوش ولكن في بعض الملاحظات أتمنى أنه من الكابتن شكري إعادة النظر يعني إعادة المباراة من جديد ويعني مشاهدة الأخطاء اللي يتوقع فيها ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز ولكن الرائد يفترض أنا وجهة نظري الشخصية على جمهور الرائد أن يفخر بهذا الفريق ويساند إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد المطوع رجل يعمل لدرجة أنه للموسم القادم تم التوقيع مع الكابتن عقيل بالغيث لاعب مدافع الفريق الفيصلي فوز فلاتة مدافع الفريق القادسية وأيضا هناك عمل في هذه الأيام بتشاور مع الجهاز الفني للإضافة وتدعيم الفريق ولكن بكل أمانة الوين رايح الرائد حسب قربك من الرائد والله بكل أمانة ما في شيء واضح لكن أظن أنها من الهلال والنصر صفقات يعني إذا كتب لها النجاح طبعا وسمحت تلك الأندية بمغادرة عدد من اللعيبة سواء كان على مستوى الإعارة أو حتى الانتقال الكلي ولكن أنا وجهة نظري الشخصية أن الرائد قدم نفسه في هذا الموسم على وجه التحديد مستويات ممتازة جدا حقق الانتصارات منذ أن خسر مع التعاون في الديربي وهو يحقق الانتصارات وقبلها كان فايز ثلاث مرات او فوزين ايه قبلها ايه لذلك انا اتمنى من جمهور منطقه القصيم بشكل عام ان يقف مع الثلاثي الحزم والتعاون والرائد نريد ان نشاهد اليوم مثل اليوم الملعب كان يعني ممتلئ والدليل انه حتى اداره الرائد في المباريات السابقه الى مباراه اليوم الدخول مجاني يعني ما في دلع افضل من الدلع هذا بكل امانه ما كان الحضور يوازي المركز والترتيب بالنسبه للرائد بالضبط والمستوى الفني اليوم لما تشوف الجمهور يحيي قاعد جمهور الرائد قاعد يحيي اللعيبه معناته انه كان في قناعه من ذاتيه من جماهير الرائد على انه الفريق قدم مستوى لكن خسر ودائما الرائد ما يخسر اذا خسر يخسر في الدقائق الأخيرة على اعتبار ما ذكرها الدوخة وما ذكر أيضا العمري المدافع أنه دائما نفقد التركيز في الآخر اللعب والدليل أنه الهدف الآن الدقيقة 94 95 لذلك الرائد أمامه ما في مباريتين فازوا في الدقائق الأخيرة بالضبط بالضبط لكن هذا كله ثلاثة اللي سجلها رائد هذا كله أبو ساري عمل فني ترى مدرب الرائد هذا مكسب للدوري السعودي وأنا أشوف أنه يأتي بعد مدرب النصر وبعد مدرب الهلال وبعد مدرب الجروس مع أني أنا شخصيا ضد عودة المدربين أيا كان تاريخه وأيا كان تأثيره بما أنك أنت أعدت المدرب إذن في الأساس ليش تلغي عقد أو تمشي المدرب عموما كانت أمور مالية الدور الثاني كانت إدارة ثانية وكانت أمور مالية هم يعني. علقوها بالأمور المالية ومشى لأن كان الحل الأفضل وعاد لأن الحل الأفضل صح صحيح لكن في النهاية هذا هو الدوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لا يمكن بأي حال وأنا ذكرتها مرارا وتكرارا لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ أو التكهن بأي نتيجة
من من بدء الدوري وحتى يدعمون من الكوكب ترى كويس في لاعبين الكوكب فريق كبير يا ابو انا اقول يدعمون من الموضوع وسبق له التواجد في الدوري الممتاز انا اقول بس يدعمون عنده كويس عنده نجوم تاريخيين يعني فرصة يعني شايع النفيس ابو عبد الرحمن لا احد ينكر صحيح هذا اللاعب اطلاقا نتمنى ايضا انا بالنسبه لي بما اني في منطقه الرياض اتمنى صعود الانديه كلها اللي حول منطقه الرياض انا ودي بالشعله انا ودي بالشعله صراحه كلهم يستاهلون كلهم يستاهلون الدباس يستاهل وفهد الطفيل وابو عبد الله يستاهل نعم وكل الفرق نعم شفت اني انا اللي اشهرت الرياضه في الخارج على فكره علي شايع النفيسه جاب متعاطفين مع الكوكب انا جبت متعاطفين مع الكوكب ومع الشعله اذا انا الاكثر تاثيرا وعداء برضو بعض وعداء نفس الوقت عموما على جماهير الرائد مثل ما ذكرت ان تفخر بفريقها في الموسم الماضي كانت المستويات متذبذبة كانت الإدارة موسم تاريخي يعني السنة وهذا الموسم أظن أنه إدارة الرائد بالتفاهم والتشاور مع هذا المدرب الكبير ولا أتمنى المحافظة عليه لمدة 4-5 سنوات أظن أنه هناك تفكير في عملية أنه يحصد الرائد على الأقل وهو طموح موجود لدى كل الفرق أنه يكون موجود من ضمن الأربع الخمسة الأوائل أو يعني يحاول انه يعني يصل للمشاركه في بطوله دوري ابطال اسيا وهي يعني طموحات لجمهوره الكبير ومع ذلك اتمنى المواصله الرائد الان خلص من الدور الاول بيبدا في الدور الثاني مباراه صعبه جدا امام الهلال في الاسبوع القادم وهي تعتبر صعبه كونها ستلعب في الرياض لكن اتمنى من 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 جماهير الرائد واتمنى من اداره الرائد واتمنى حتى من اللاعبين اليوم شاهدتهم ويتحدثون انهم راضين بما قدموه قدام اليوم انت راح تلعب قدام فريق كبير قدام فريق واحد من الفرق مثل ما ذكر ابو عبد الله انه من المرشحه انه كون انه يجي من يعني من المراكز المتاخره في الدوري ويحتل المرتبه الثالثه وهذا مثل ما ذكرت لك ميزه دوري سيدي كاس الامير محمد سلمان. قول. بس أخوي عبد الله ذكر أن نهاية الدور الأول بيكون مفصلي للفرق التنافسية. لكن أنت لا تنسى أن في شهر فبراير راح نبدأ في كأس آسيا. وفي فرقنا دائما مع الأسف يعني أقولها لك قلتها أنا سابقا. تتأثر يعني. يقول لا يقول والله أنا بركز على الدوري. في الموسم السابق يقول لا أبغى مقعد آسيوي. فما أدري يعني لازم يكونون واضحين اللي هم ذولي أنا أتكلم صفة عامة الأندية لا أنه يكونوا واضحين في أهدافهم لا المتنافسة يا أقصد كل الفرق لا المتنافسة اللي بتشارك في آسيا الهلال النصر والتعاون اثنين الآن مثلا عشان وضع الأندية ذي الحساسة اللي هو النصر والهلال تتحدث أنا بروح التعاون طيب. الآن التعاون بيروح يمثل آسيا صح كانوا بطل طيب. الآن في الوقت اللي بيمثل فيه التعاون آسيا حنا نشوف الأندية سحبت منا نجوم وضعفتها أشوف ما حد تكلم قال حنا والله هذا بيمثل الوطن والمفروض التعاون يدعم ويبقى الأسماء ليش؟ لحظة أبو عبدالله ماشي لحظة خلنا نكمل فكرة لا طيب. لا تكمل كلام شيء لا حول الله خلنا نكمل معلومات خطأ معلومات لحظة بس دقيقة لحظة أنت يا عشان ابين لك انا ابغى خلي وجهه نظره ورد عليها عشان يمشي عليها اللاعبين اللي انت تقول ضعفوهم انتهت عقودهم دخلوا في 6 شهور اجلسهم غصب انا ما قلت شوف وجاب لاعبين فيصل درويش شوف انا جاب انا المشكله عبد الرحمن ما ابغى اتكلم بوضع حساس في انديه خصوصا الانديه الكبيره في بعض الاوقات تسحب نجوم من انديه عشان تضعفها هذا الاحتراف تضعفها ما يلعبها المصيبه لو يلعبها انا اقول لك معاك طيب انت عقد اللاعب يا رجل لا يا اخي ما سيدي لا هو يا اخي اسمعني اعطني مثال عشان نقول كثيره مثال واحد عشان اعطني مثال طيب اوه الامثله كثيره طيب اعطيك مثال تفضل تبي تونا نتكلم من ساعه عندي احساس ان في شكوى جايه هذا ما يسكت لا عطني امثله عبد الله عطني امثله لا خطيره واجد عطني امثله لا تقول واجد انا بقول لك بدون انا ما اعطيك انت بتعطيني الان سم كم لاعب انتقل الموسم الماضي ما بقى اقول لك 5 سنوات الماضيه لانديه ولا منهم مثل مين الله يطول عمرك مثلا الحين بعطيك مثال بعيد ايه؟ عشان محمد المجحد مثلا محمد المجحد انتقل من النادي الاهلي في صفقه كسب خلال من الفتح عفوا لعب ما لي علاقه هذا قرار فني شو انا هذا اللي اقول لك اياه يقصد انه يحول لاعبين علشان ما ياخذ النادي عشان يضعف الفتح بس الله يخليك خلينا نخلص هنا بعدين بنجي لك لا بس هذا هو الهدف فعلا اضعاف الفتح دقيقه ارد عليك أنا ما أقول طيب أرد عليك عفوا أرد عليك بالمجهد تفضل ترى أنا مثلك أنا أضم صوتي صوتك كيف لاعب مميز قدم نفسه بشكل غير عادي ما شاء الله ما تجدد له بس دقيقة دخل في 6 شهور رأى
النادي الأهلي بأن هذا اللاعب بأنه سيضيف له. جاء النادي الأهلي واشترى الفترة المتبقية أوكي، لأنه كان هدف نصراوي وهلالي واتحادي ممتاز. فلما دخل اللاعب في 6 شهور رأى هذا النادي الأهلي مو كل الدخول ترى صحيح، حتى حين الاتحاد، الاتحاد عمل له صفقات، هل استفاد منها؟ بس هدر مالي وشو اعلامي حق اداره. معليش يا ابو عبد الله اتركنا من هدر مالي، ركز على نقطتك، رايك لائحه يعني رايك نظام. انت تقول انهم ياخذون اللعيبه عشان يضعفون الانديه، يضعفون خصومنا يضعفون. عطنا مثال نادي اخذ لاعب عشان يضعف النادي الثاني. كان المجحد هو هذه لا لا يمكن الاهلي يضعف الفتح. الفتح مو منافس مع الاهلي لا في لا اضرب مثل بالتعاون، الحديث عن التعاون هو انا قلت لك ابعد عن الحساسيه، لان مع الاسف في ناس ممكن انت مقتنع بكلامي بس الوضع حساس تروح خالف. والله لو مقتنع في كلامك واقوله والله لا حساس ولا شيء. تبغى تقول مثلا ان الهلال ماخذ مد الله يبغى يضعف التعاون، قول لا 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 انا فهمت ايش اقصد. انا كلام مثال يقصد يا ابو ساري ان مد الله مثلا، مد الله العليان دخل في 6 شهور وقع للتعاون والصوات زين، والمفروض انه ينتقل مثلا في ضعف مثلا عند النصر او عند الاتحاد. المفروض ان هذا اللاعب، لان اللاعب هذا ممكن يضيف للنصر او يضيف للاهلي مثلا او الاتحاد اوكي، انا مع بهذه. لكن مثل الصوات انا بحسب ما اعرف انه يا جماعه انه وصلنا مرحله بنفسر كلام بعض، كل واحد بيحلل هذا هو اللي يقولها، هو قاعد يقول وجهه نظره، خلوه بس يكملها كلامها واضح تصير صافي وبعدين ما لقى دليل يقولها. اسمح لنا عبد الرحمن اعطيك ابو عبد الله بس تقفلها يلا ابو عبد الله. انا اقول ان يعني بصفه عامه خلنا نقول في انديه تاخذ لاعبين وما تلعب خلال الموسم، تفسيرك انا تفسيري انها تضعف الفرق الاخرى بس الفرق الاخرى في طرحهم انها ليست فرق منافسه وهذا طبيعي في الفرق الكبيره انها تبحث عن اي لاعب متاح يكون قد يكون اضافه تاخذ النظر. يعني في مشروع نادي مثل طالع الان التعاون صح ايوه يا اخي قاعد لنا شوكه هنا احنا يا اخوي خلنا صراع بين بعض ليش ندخل التعاون وسنه يجينا الرائد وسنه يجينا مؤامره طويله هذه مو يعني لحظه يعني كان عمليه ان المنافسه ترى هذه اجتمعوا بينهم وقالوا تعال هيا بينا نعيد المساله ترى وش ذا الكلام الخطير. انا اقول لك منافسه حمادي هذه من المنافسات دي بعد. لا تفضل اخوي صالح. كابتن حمد خل علمك اخوك. شوف بالنسبه لكل فريق سواء الفرق اللي في النصف السفلي تحاول الابتعاد عن الهبوط او حتى لا وبالذات يعني خليني اركز على الفرق الاربعه اللي مشاركه في دوري ابطال اسيا او مشاركه في البطوله العربيه أي. لا شك ان هذه الفرق ما تحتاج فقط 11 لاعب يلعب اساسي او لنقل مثلا 14 لاعب مع 3 بدلاء. لا شك ان الفريق يحتاج الى 22 لاعب يكون المستوى لديهم متقارب، اقصد ما فيه فوارق فنية كبيرة بحيث أنه لاعب أصيب يكون اللاعب البديل ليس بالضرورة في مستوى الأساسي، لأنه أصلا عملية تدوير اللاعبين وعملية تفرضها زحمة المباريات، خاصة أنه الآن في بطولة كأس عالم الأندية وفي بطولة آسيا وفي دوري أبطال العرب وإلى آخره، وبالتالي لابد من وجود البدلاء. أتكلم على فريق يعني يقول 22 لاعب، وبالتالي هذا ينفي فكرة الزميل حمد حول هذه المسألة أنه هدف إضعاف. نعم ممكن يصير بين الاتحاد والأهلي كمتنافسين، الاتحاد والهلال أو بين النصر والهلال المتنافسين بشكل المتنافسين على المراكز الأولى أنه يفكرون يعني ربما حدثت، بس هذا فكر قديم وأعتقد أنه انقرض أنه أنا أجيب اللاعب عندي وليس بالضرورة أن اللاعب ينجح أصلاً. لا وبعدين في 6 شهور يعني الآن يمكن ما يلعب. أنا في النهاية لابد أبيع عليه الفترة المتبقية من عقد اللاعب حتى يشارك ويساعده. يعني الآن مثلاً اللاعب اللي بيجي مثلاً من التعاون أو من أي نادي كان إلى أي نادي كبير لن يلعب إلا بموافقة النادي، وبالتالي أنت في يدك يعني الحل أنك ما تسمح تبيع الفترة وبالتالي ينتقل. زين. وايضا في انديه تشتري عقد اللاعب هو ساري المفعول، تخاطب النادي وتشتريه. اقصد الفريق البطل اللي طموحه ليس احراز بطوله محليه او بطوله وحيده في الموسم، الطموح لديهم انه احراز يكون ازدواج بطوله مثلا او احراز بطوله قاريه او بطوله عربيه، لا شك يجب ان يكون لديه بدلاء جاهزين. صحيح. للاصابات للايقافات الى اخره. طيب بس الدوسري وشوف الرائد وش يسوي، يعني الرائد يعمل الموسم على الموضوع اللي يطرحه احمد بيخ ماجور ان شاء الله. كلام حمد انا اعتبره كلام خطير جدا، واتهام
اتهام صارخ هذا بعد هذا كله قاعد اتهام لإدارات لإدارات الأندية الكبيرة. وأنا يعني يعذرني أبو عبد الله على هذا أعذر الله من بعذرك فعلا. أبو عبد الله عنده آراء متهورة يعني ممكن يحاسب عليها قانونيا، احنا ما لسه ما خلصنا من القضية الأولى نخشى نجي قضية ثانية. حمد قال كلمة خطيرة، يقول الآن التعاون يمثل على كلامه طبعا يمثل الوطن، ليش ما ندعمه؟ كيف ندعمه؟ أي لاعب عنده جيد ودخل الستة أشهر ما نتعرضه لأن التعاون يمثلنا خارجيا، هذا كلامه. فإذا أنت أخذته ولا لعبته إذا هدفك إضعافه، هذا كلام مو صحيح. يعني شوف يعني بس اسمح لي، مد الله لاعب بديل جيد بالنسبة خلّه ما يضعفه، ما يروح نادي المنافس الثاني لي، أباخذه بس لا قاعدة برع وما يروح النادي المنافس. أنت الحين غيرت كلامك، نفس نفس السياق نفس السياق. أنت تقول إضعاف، لا لا أنت تقول إضعاف لأن فكرك معليش، لا أنت تقول أنت معليش لازم تأخذ كلام المفهوم الشامل. اسمعني أنت تقول يجتمعون الأندية، يقول أنا ما قلت يجتمعون، شلون يجتمعون؟ ما قلت يجتمعون إلا قلت تقول لي ناشب إلا التعاون، شلون يجتمعون؟ كل واحد يشتغل لحاله. بديت تتراجع يعني أنت قصدك أنهم يجتمعون عبد الرحمن الأندية؟ هو كان ترى استخدامه للتعاون كان لضرب مثال، مثال عشان ما كان يقصد يعني إذا كان ناديين متنافسين يقول لي والله اللاعب هذا ممكن ما يلعب عندي، لكن إذا راح عند النادي الثاني لا ما يلعب ما يبغى، إذا راح النادي الثاني بيلعب أساس يصير مميز، أخذه وأحطه دكة من حقه. شوف يعني عندي على مستوى العالم، شوف تراجع الان، لا مو تراجع، مساعد كل اتهامات كلام مختلف، مساعد كل اتهامات الحين بدك تلف هذا ضعف التعاون الان بدك تطلع الكلام ذا طرف فتره سابقه. لا هذا كلام هذا شوف منصور بلوي الرئيس التاريخي لنادي الاتحاد واحد من اهم الرؤساء اللي مر في تاريخ الكره السعوديه، كدس اللعيبه عنده، صار عنده فريق قوي في الملعب وفريق قوي على الدكة، قالوا تكديس تكديس، وبعدين كدس البطولات، جاء الهلال وسوى نفس الشيء كدس بطولات، جاء النصر سواها في فترة كحيلان، أن يكون عندك الدكة أساسي واحتياط، هذول كيف قعدوا في الدكة في فترة كحيلان، وجاب النصر ثلاث بطولات في موسمين وكان قاب يعني إلا دقيقة، أربع بطولات إلا دقيقة كان بيصير إنجاز غير طبيعي لنصر كحيلان. صحيح. كيف كحيلان رجع النصر بالتكديس، لاعب مثلا بيروح للهلال لا اجيبه، لاعب بيروح الاهلي لا اجيبه، واللي ما معهوش ما يلزموش انت تقول انت طيب وش قاعد اقول؟ لا واللي يعني انتقدوا اسلوب منصور بلوي طبقوه بعده، مش معاي واللي انتقد اسلوبك حيلان طبقوه بعده. يا عمي مالك ومال الامور الاداريه والتفكير الاداري، وبعدين انت قلبك مع التعاون ابو عبد الله؟ طيب خلينا التعاون وقع مع فيصل درويش، ما قلت التعاون وقع مع لاعبين مميزين وخذ السبعه، مثالك ما كان ولا الفكره، هذا السبعه من ضمك اذا كلامكم صحيح، ليش ما توفقت فيها؟ والله ابو عبد الله كلنا يعني ما احس ان الموضوع ما كان مقنع، مثال بس صراحه ابدع مني ابو عبد الله والله كلام، شوف كانت الفكره ما هي دائما بالافكار منطقيه. لا لا عبد ابو عبد الله اكيد احنا نعتز فيه وله اضافات كثيره على المستوى الفني لكن من نجوم الديوانيه حمد الدلاخي. لكن على فكره ابو خالد خليني اروح للموضوع الجديد، اليوم ما عاد في لاعبين، والدليل راح شوف من اللي الحين ينتقلون. انا ضربت لك مثال ابو سبعان، اي نعم، شفت كان في التعاون قبل ثلاث اربع سنوات والان يرجع من جديد التعاون. نعم. لذلك اللاعب اللي ما يقاتل على الخانه اللي موجوده، انا اتكلم على اللاعب السعودي، ترى في جيل جديد موجود الان في تايلاند. زين، هذه رسالة ترسل من تايلاند للاعبين اللي موجودين عندنا هنا. أيه. اللي ناموا على خبرات. عاد اللي في تايلاند ردوا على حمد دبيخ. ليه أنا قلت بالعكس أنا. تخذت مباراة قطر يا رجال ما خليت شيء. أي بالعكس قلت له. المعطيات وما المعطيات. أنا لا أنت فهمت، قلت له يجب أن يفعل الناس اللي تلعب. ما قلت أنا. فعلهم. فعلت إنهم ذي. أسمع كلام حمد فعلهم. كذا لا لا حمد. لا والله. لا والله يا حمد ما قلت كذا. والله العظيم يا حق السلام. يا حمد الدبيخي انك ما قلت الكلام هذا ولا جبتها بهالطريقه، قلت كيف الفريق هذا اللي بذل فيه واعطي فيه وسمح له وفرغنا وعندنا هذا وبهذا المستوى وما يطلعون في مباراه مثل هذه المباراه. ما اي مباراه عليك، هي صحيح مباراه قطر، مباراه قطر قلت لك عندنا لاعبين يلعبون في المنتخب الاول وفي الدوري. حمد اعطيتني صوره، ما اعطيتك صوره، انا اعطيتك على المعطيات، انا اعطيتها بعدهم ما اعطوك في الملعب. محمد ابو عبد الله لازم يتكلم من النقاد، من النقاد اللي يعتمد على النتيجه لازم يتكلم، علمني النتيجه. انطباعي انطباعي انطباعي، عشان كذا اقول صف معي.
طيب خلينا نروح للقرارات. قرارات اللي كانت اليوم بالنسبه للجنه الانضباط، اصدرت لجنه الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكره القدم اليوم قرارات تنوعت بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، ثلاثة منها ضد نادي البكيرية والطائي، فيما غرمت نادي الوحدة مبلغ 15,000 ريال جراء حصول لاعبي الفريق على 6 إنذارات في مباراة الأهلي الماضية. وأخيرا تغريم إدارة نادي النصر 75,000 ريال لتأخر إداري الفريق في تسليم كشف مباراة العدالة. واجد والله. عبد الله العبيد، بروح معك في قرارات لجنة الانضباط وتحديدا القرار اللي يخص نادي النصر، تكلم عن 75,000 ريال لعقوبة إدارية تظهر ثاني مرة، احنا تكلمنا عنها في اكثر من حلقة انه كيف الإداري يكلف النادي هذا المبلغ، بس مي بثاني مرة النصر اظنها اكثر. اي هي اكثر، لا انا اقول تكلمنا عنها في مرة. طبعا التكرار، الموضوع الإداري التكرار، لا تحديدا انه اتذكر اذا ما خنت فيصل المطرفي طرح الموضوع بانه كيف شخص يكون موجود إدارة ويكلف إدارته في عمله صحيح. اللي هو مناط فيه بمبلغ يعني انضباط. أول شيء يعني أنا دائما مع أهمية الإشادة بمصدر القرار دائما يعني، وطالما أن احنا في إطار قانوني إذا أحد يرى أنه مظلوم أو يعني متجنى عليه أو القرار خاطئ يروح لجنة الاستئناف والأبد، والقانون أعتقد إن شاء الله أنه يكفل الحق للجميع. والخطوة الثانية بعد كذا أروح للمتسببين، ودائما في الإدارات في كل، ما هو بس النصر، في كل القرارات وأدعو إدارات الأندية لمراجعة عملها، يعني هذا هو الأساس. زي ما قلنا قبل حلقتين أن المفروض اللوم الجمهور اللي رمى العلب، ما نروح نقول ليش عوقب الجمهور بهذا المبلغ وخلافه. نفس الشيء اليوم، لكن يعني لو بتتوقف بس تحديدا عند النصر، لأنه أنا من الناس اللي دائما أشيد صراحة بإدارة صفوان السويكت، يعني بمرحلة صفوان السويكت ما أحب أن أقول إدارة فلانية، مرحلة اللي يعملون فيها والأستاذ الرحمن الحلافي. فبالتالي قرارات مثل هذه في أندية كبيرة كل هذا تصنيف A في المملكة العربية السعودية، نصر، هلال، أهلي، اتحاد، انتقدنا الاتفاق بحدة ذاك اليوم على قرار الجماهير واللي دخلوا واللي جاب الشركات، لأن هذه الأندية يعني صراحة ما مفروض ما تقع فيها مثل هذه الأخطاء البسيطة. شوف تتأخر دقيقة دقيقتين مقبول، قرار النصر اليوم يقول لك 13 دقيقة. يعني قبل ما تكلم عن 75 تكلم 13 دقيقة. تاريخيا كلنا نعرف انه كانت بعض الأندية تمارس انه حتى في دخول اللاعبين من غرف الملابس يقول لك تأخر شوي خليه ينزل قبلك، لا ينزل، لا انا انزل قبل في الشوط الاول الشوط الثاني، لكن 13 دقيقة يا رجل هذا احيانا يلغي المباراة، هذا المدة هذه في نزول اللاعبين. فابدا انا اللي يخصني او اللي دائما اهتم فيه الإشادة باللجان في اتخاذ قراراتها، والإشادة بمن سيستأنف أمامها إن رأى أنه مظلوم، وتوجيه اللوم لمن أخطأ وليس تقييم العقوبات، لأن اللوائح دائما منصوصة بكل وضوح. أعتقد أنها بنيت على مادة 10 و 11 اللي تعطي الحق للجنة بتقدير العقوبة اللي تراها. بس الدوسري كرئيس نادي وعندك الإداري بهذه الطريقة يكلفك قرارات انضباطية، طبعا أنا ما أتكلم ترى بس فقط عن حالة النصر وإن كانت تعتبر مكررة، وزي ما قال عبد الله 13 دقيقة يعني أنت تتكلم عن وقت طويل، لكن شفناها في أكثر مرة في أكثر من نادي، نزول، تسليم أوراق، أخطاء إدارية. بالتأكيد في كل نادي المهام موزعة. إيه. بالتحديد. إيه. فلان مهامك 1 2 3. لاحظنا نتكلم عن احتراف. إيه. بالضبط. اللي 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 مهمته تسليم الأسماء هو اللي يسائل. صحيح. إذا قدم عذر منطقي. لمدرب ولا يعني مع الاجتماع ايه؟ اللي يصير ايه؟ تشوف لها على قرار آخر، لكن إذا ما قدم شيء المبلغ هذا اللي حسم على النادي يحسم على راتبه انتهى وخلاص. أقول عبد الرحمن وطبعا مع يعني التنبيه عليه خبرها ولا ها ايه؟ يعني التخصمة من الإداري ها، ترى بعض المدربين يقول حق الإداري اللي يقول له نودي الأسماء يقول له لا أنت. أنا أعتقد قلتها ترى هذه قلت طيب السؤال طيب السؤال الآن تخصم عن المدرب يقول لك مدرب ها المدرب متعمد حطها على اساس المدرب وش السبب اذا كان المدرب اللي اجل التسليم ليه وش السبب عنده مبرر منطقي يعني ما تخاف اكيد عنده الموضوع لا يدرس وقت لكن لا والله كذا اخرها ليش لان كلمته وكان يعني مشغول عندي يسولف مع مساعد المدرب او يقول نسيتها تخصم نعم يخصم على المدرب طيب وقدم اللي شايفني ترى بعضهم كذا احنا كنا نلعب يقول له اخر الاسماء ليه
بيشوف يلا خذلك يقول لي وقتك ما في هذا اسلوب الاول وقتك ما في تويتر مشكلتك انت يا حمد قديم حمد قديم من التحديث يعرفون التشكيله اكبر مربع خمسه يا حمد مربع ثمانيه ما ندري اساسا وانت تلعب في الراس ما ندري انت حي ولا ما حمد الدبيخي في مربع ثمانيه وش مربع ثمانيه يا جماعه حمد الدبيخي لحظه بس تسمح لي حمد الدبيخي نجم تاريخ اسمعني تاريخ وتقول عنه كذا الكلام طبعا لازم يتكلم عن زمنه ما يتكلم عن ما يتكلم عن زمنه بس في النهايه احنا لازم نسلم كل نجومنا يقول لك حمد الدبيخي نجم من نجوم الكره السعوديه ومثل منتخب عبد الرحمن ليش احنا منتقد لحظه المنتخب الاول ما صادرنا رأي بطريقة سلبية لا ما هي بطريقة إيجابية لا لا بس هو يتكلم أنا أتكلم طيب وقته طيب خلاص كويس معناه إداري أنا قاعد أقول لك الإداري أدور له عذر لأنه مش معقول إداري يكرر أخطائه بهذا الشكل أتفق معك يا حبيبي إيه فمعناه أن المدرب وأنا أتحدد باس أو حتى علي نواف رئيس نادي لا النصر لو خاطب النصر لانه يعرف ان المدرب متعمد من شغله طيب ياخر التشكيل انت سمعت انت تفتح الموضوع مساءله تشوف شو السبب إيه. قلت لك اذا قدم الاداري شيء مبرر اذا المدرب قدم شيء مبرر وما في مبرر أوكي. سلم الاسماء قبل 90 دقيقه وش المبرر صح حمادي على هذا الموضوع والتاخر الاداري وما بين لا ما حمد بيخي ما أعتقد يعني الان اذا تاخر ابنك على المدرسه يجيك رساله مثلا المفروض يجي الساعه 7 جاء 7:05 يجيك رساله من المشرف على طول ان ابنكم تاخر عن الطابور الصباحي وبالتالي الابن اصبح سواء في الابتدائيه او المتوسط او الثانويه هو من نفسه يبادر الى انه ينضبط حتى لو امه وابوه مثلا ما هم صاحين وقتها من نفسه يقوم ويبادر وبالتالي ما اعتقد ان نادي يعني في مستوى النصر لديه مثل انه هذا الخطا مبرر مثل الاستاذ السويكت والاستاذ ترى عنده اداره خالد انا ما اعتقد انه يعني يحدث من دون قصد يعني له تبعات اما انه مثلا مدرب طلب يعني ما يكشفه مثلا من اللاعب اللي يلعب ولا وبالنسبه 75,000 ترى عند انديه ميزانيتها 200 مليون و300 مليون في السنه يعني او 100 مليون عشان ما يقولون ليش رفعتها وكذا بس انها تتسبب عفوا صخب جماهيري انت شايف تويتر شلون يرد الفعل بس يعني شوف النصر والهلال ابو عبد الله بس عشان والله ما هي مقياس النصر والهلال بعيدا عن الادارات والكلمه ذي بس الحاله العامه متاع في الملعب ازعاج خارجه طيب لا بس اريد ان احيي مثلا التنافس التقليدي بين النهضه والاتفاق انه ما في صخب التعاون والرائد ما في صخب الكوكب والشعلة اقصد ما في صخب مزعج الاتحاد والاهلي في صخب ما في صخب هو بين النصراويين والهلاليين ومع الاسف الشديد يعني بعضهم يجمع بين الصخب في الملعب الحضور الجيد وكذا وبعضهم يغيب هنا ويحضر هنا ولكن في مجمل الأحوال بصراحة كثرة ليس لمصلحة الناديين أبدا المفروض التركيز على الجوانب الإيجابية والتنافس الإيجابي بينهما ما هو بالطقطقة قواطي وطواقي بدري إيش وأشياء بصراحة أنا أستحي إني أقراها شفتها على طول ديليت حذف نعم. اللي ترسل لي على الواتساب وكذا المفروض التنافس الإيجابي يكون منهما أنا أتكلم شوف عن النصر وهي أتركوا بقية الأندية لأن ما نشاهد هذا الصخب بينهم على النصراويين أنه إذا أردتوا أن تحجمون الهلاليين اعملوا أفضل منهم محليا على مستوى الكاس على مستوى الدوري على مستوى القاري اعملوا أفضل منهم هذا أفضل رد وأفضل تحجيم للهلاليين والعكس صحيح لا شوف أولا يجب أن نعطي الهلال حقه ما معناته إذا جيت أعطي الهلال حقه والله أني أنا ميال للهلال وكذا لا هذا من الجبن نعم ومن الضعف طيب في الطرح والتحليل انك لا في تجاذب لا الطرفين شو يا حبيبي نتكلم على مستوى نتكلم ما نقدر نقول نصر الحاله حتى الهلال لا وركزوا لا لا شوف يتجاذبون اتكلم بعيدا عن الاداره خلينا نتكلم عن نواحي فنيه ما علي من المتعصبين ما علي منهم ولا ارد على متعصب في الهلال في النصر في اي نادي كان لكن اتكلم إنصافا للهلاليين شرفيين وإدارات ولاعبين اتركوا الجمهور جمهور كيف يستفلون مع جمهور النصر أنا ما أدخل بينهم لكن أتكلم على أنا أشبه بالحصان البطل أنا أشوف المشهدين متساويين دائما الحصان البطل اللي دائما منطلق يعني ياخذ المنعطف الاخير ويفرق عن الخيل المشهدين متساويين ولا يلتفت لا انا اتكلم على فنيا طيب شكرا لكم على ضيوفك فنيا لا في العناصر اللي تفضلت فيها لا في العناصر اللي طرحتها خارج لكن بعيد عن 20 سنه
شهدت المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض مساء اليوم إقامة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل على 5 مراحل بمسافة تصل إلى 774 كيلومتر في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، ذلك ضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة. أيضا تستأنف غدا الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاث مواجهات، تفاصيل عن هذه المواجهات في التقرير التالي. تستكمل منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات. اللقاء الأول سيجمع فريق الفيحاء بضيفه التعاون على ملعب مدينة المجمع الرياضية. الفيحاء والذي يعيش بتذبذب في المستوى منذ انطلاقة الدوري، حيث لم ينتصر في لقاءين متتاليين حتى الآن، الشيء الذي جعل الجماهير قلقة على أداء فريقها في الدوري الذي احتل المركز 11 برصيد 17 نقطة. التعاون يدخل اللقاء برصيد 25 نقطة محتلا المركز 5، ويأمل في هذا اللقاء بالفوز وخطف النقاط ليتسنى للفريق المنافسة على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب. أما في اللقاء الثاني يستضيف الاتفاق بطل النسخة السابقة النصر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. الاتفاق والحاصل على 17 نقطة محتلا فيها المركز 10 يسعى لتحسين مركزه وخطف نقاط ثمينة أمام بطل الدوري. النصر يحتل وصافة الترتيب برصيد 30 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر الهلال، ويطمح في هذا اللقاء بالفوز ومزاحمة الغريم في الصدارة. أما اللقاء الأخير فسيجمع فريق الوحدة بضيفه الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمكة المكرمة. الوحدة يأمل محبيه بالعودة للانتصارات والابتعاد عن ملاحقه أبها، حيث يحتل الفريق المركز 6 برصيد 24 نقطة. أما الحزم يقبع في المركز 12 برصيد 15 نقطة ويعاني من الهدر النقطي، ففي آخر 6 لقاءات لم يذق طعم الانتصار، وتأمل الجماهير بابتعاد الفريق عن مناطق الخطر في سلم الترتيب في بداية الدور الثاني من الدوري. طيب بروح معك سريعا احمد دبيخي على المباريات الثلاث بكره، الفيحاء التعاون الاتفاق النصر الوحده الحزم. والله شوف انا اشوف مباريات خلينا نبدا معك بالفيحاء التعاون. الفيحاء والتعاون اعتقد ان المباراه بتكون الافضليه للتعاون على اعتبار انه فريق اكثر تجانسي، حتى قيمه اللاعب الاجنبي عندهم افضل من الفيحاء، ولكن زي ما قلت لك يعني الفيحاء يظل في ملعبه يكون فريق صعب. طيب بالنسبة لاتفاق النصر أعتقد مباراة مثيرة. اتفاق دائما حتى في كان في أسوأ حالاته في مباريات اللي مع الفرق الكبيرة يكون بشكل مختلف. الوحدة الحزم أعتقد الوحدة والأقرب، خصوصا مباراة على ملعبه وأداء في تصاعد، يعني من يوم فاز في الجولة الثالثة والرابعة على الأهلي والوحدة في تصاعد. ممتاز. طيب استكملت اليوم مواجهات كأس القادة السعودي والتي ينظمها أيضا معهد الإعداد القادة، تفاصيل عن المواجهات في التقرير. استكملت اليوم منافسات بطولة كأس القادة السعودي والمقامة على ملعب معهد إعداد القادة بالرياض، وفي اللقاء الأول
خسر الهلال من أمام زينة الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة بنتيجة 3 أهداف لهدفين، وقد حصل اللاعب مصعب الجوير على جائزة أفضل لاعب بالمباراة. وبهذه النتيجة يغادر الهلال البطولة بعد إحرازه لنقطة واحدة. اللقاء الثاني، خسر فريق النصر من أمام فريق جينك البلجيكي بنتيجة 8 أهداف دون رد، وتكون هذه المباراة الأخيرة لفريق النصر الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط. وفي ثالث اللقاءات، سبروتينغ لشبونة البرتغالي ينتصر على فريق فيترول الروماني بنتيجة 1-0 ليؤكد صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط. ورابع اللقاءات وختام الجولة الثالثة، التقى فريق أتلتيكو مدريد بفريق ريد ستار الصربي، والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط. وتختتم بطولة كأس القادة السعودي في 26 يناير القادم، بعد أن انطلقت في 19 يناير بمشاركة 6 أندية عالمية، بالإضافة إلى فريقي الهلال والنصر من السعودية. وقت انتهى، كان ودي افصل ايضا واتحدث مع ضيوفي في هذا الموضوع، لكن الوقت عندي انتهى. شكرا لكم ضيوفي على حضوركم اليوم معي. جزاك شكرا الله على ارائكم. اعتذر لك ابو عبد الرحمن اذا ما اعطيتك فرصه في موضوع الانضباط. الحلقه الجايه 10 دقائق ابعطيه الوقت اللي يبغاه. شكرا لكم انتم على المتابعه، في امان الله.